فقاعه هنا وفقاعه هنا، عايز اعمل بيه ايه؟ ده بسلم بيه وبستلم بيه افقيه وراسيه، الاثنين شغال معايا في الاثنين. عايز استلم افقيه احط تمام، عندي فقاعه في النص، الفقاعه دي المفروض انها تستقر في النص ما بين الخطين. لو استقرت ما بين الخطين يبقى السطح الملامس، السطح الملامس لجسم الميزان افقي. عايز استلم راسيه احط الميزان كده، بص على الفقاعه اللي هنا، في فقاعه عندي هنا اهي في النص ولا مش في النص؟ اعرف منين؟ لقيتها في النص ما بين الخطين، يبقى الجسم الملامس لسطح الميزان راسي. وركز في الحته دي قوي، مش معنى ان انا اجي استلم حيطه اعمل كده الاقي الفقاعه في النص اقول لك الحيطه دي راسيه، لا الحته دي بس هي اللي راسيه. تمام؟ عشان كده النوع ده من الموازين مش دقه عاليه 100%. تمام؟ يبقى تاني الميزان ده بستلم فيه افقيه وراسيه، افقيه ازاي؟ احط الميزان بالشكل ده كده. لقيت الفقاعه في النص ما بين الخطين، يبقى انا كده الحيطه بتاعتي او السطح اللي انا حاطط عليه الميزان ده افقي. راسي بالشكل ده. عندي فقاعه هنا في النص ما بين الخطين تبقى راسيه، ما كانتش في النص يبقى في مشكله وابتدى اعالج المشكله. ده ميزان الميه. ميزان الخيط. اداه من ادوات الشغل في التشطيبات كلها، شكله كالتالي. وخيط بشتريه من السوق جاهز، بشتريه ومتصمم على اساس قطر التقل بيساوي طول العصفوره دي، يعني لو حطيتهم في بعض هتلاقيهم مع بعض ماشيين بالشكل ده. يبقى التقل ده قطره هو طول العصفوره. طب اعمل بيه ايه ده؟ ده بستلم بيه او بشتغل بيه راسيه فقط لا غير. عشان من شويه قلت لحضرتك النوع ده بستلم بيه راسيه بس عيبه بيدي راسيه للجزء الملامس لسطح الميزان. طب انا عايز اوزن الحيطه كلها مره واحده، اعمل ايه؟ اشتغل بده. ازاي؟ احط العصفوره هنا مثلا وابتدي انزل واطلع بالتقل بتاعي. التقل ده ايه علاقته بالعصفوره؟ الحيطه بالشكل ده معناها ايه؟ ان برضه الحيطه مش راسيه، لا انا لازم يكون نازل ويلف لفه بسيطه حوالين المحور ويا دوبك نازل في الحيطه بالشكل ده. ده بالنسبه لي حيطه راسيه. راسيه معناها ان هي معدوله يعني؟ راسيه انها 90 درجه نازله راس 100%. 90 درجه لما نقسمها يا فندم حاجه زي كده ما تبقاش كده ولا تبقى كده. تمام؟ في سؤال تاني؟ معلش اصل انا شفت لعبتي بس مش فاهمه، لا مش عارفه برضه ازاي افهم ان هو صح. بص يا فندم هو ده ما بيستخدموش في العمليه. لا هو في اي حاجه راسيه. شوفوا ايه؟ كده التقل بالنسبه لي ساند ولا بيلف؟ لا كده مظبوط. بيلف. بيتحرك شويه. لا هو دلوقتي كده ايه؟ كده ساند. بص عليك من تحت خالص. بس انا عارف الحته دي فيها مشكله فعشان كده وزنت عليه. بص عشان يلف هي اللي هيحصل كده. طلعت شويه بره. بص عليك لما انزل تحت. ساند ولا بيلف؟ ساند. بس كده بالنسبه لي ده كويس. يبقى صح امتى؟ لما اعمل كده. لف حوالين هو بدا يلف. تمام بص انا طلعت فوق قد ايه؟ معنى كده ان السطح ده مش راسي. ممكن اعمل ايه؟ اعمل لعبه دي. هو ده هو بيعمل كده معايا لما بيسلمني عشان هو لما بيسلمني ممكن يعمل كده معايا يبتدي يلعب في صباعه من فوق كده تمام؟ عشان يديني راسي مظبوط. هو ليه لو سلم في مشكله؟ معلش يا فندم بص على الرسمه بتاعتي بقى هنا. ادي العصفوره دي نزلت حضرتك بخيط بالشكل ده. ادي التقل اهو، التقل بتاعي هنا مش هيقدر يخش جوه الحيطه، تلاقيه ساند عليه. هو المفروض ان الحيطه دي تقوم جايه كده شويه كده. تخش لجوه كده شويه.
هو المساوي دي لما هيبقى برضه يا دوبك لابسها برضه، بس لابسها بيلف مش ثابت تمام. طالما سند يبقى هو محتاج يخش جوه شويه، محتاج الحته تخش جوه شويه طالما سند تمام. ده بالنسبه لميزان الخيط بنستخدمه كتير في التشطيبات. ينفع اتحرك بيه غير ميزان المايه؟ اتحركه كده بسهوله؟ لا مش بسهوله، انا باخد الحته كلها مره واحده. انا لما اجي اتكلم في النجاره اقول لك ان افضل طريقه لاستلام الحلقه النجاره هو الميزان، احط البدايه خالص وانزل مره واحده كله. معلش هو في ميزان المايه تمام، هي نقطه لما تبقى في النص المايه في النص ده معناها ان هو كده سليم. الجزء الملامس ليه افق اهو، بص حضرتك يا فندم اه ادي الخطين اهو، هل هو في النص هنا انت شايفه؟ مش في النص بالنسبه ايه؟ بالنسبه اللي في النص بقى الدايره ده اللي في النص الخضر. اه بص حضرتك ادي هنا في خط اهو وخط اهو ودايره بالشكل ده، فقاعه بالشكل ده. لو في النص كده اوكي، لو لقيتها مايله كده سنه مش اوكي، لقيتها مايله كده سنه مش اوكي، وهي الحاله بتاعتي دي مايله كده سنه مش مظبوطه، هتبقى مظبوطه لو الشكل. عشان تبقى مظبوطه بالنسبه لي هطلع كده سنه. بص انا فاكر هنا قد ايه؟ بص حضرتك عشان تظبط معايا. الايد ده او الدراع لوح خشب في المباني، لوح خشب بنستخدمه في المباني واحنا شغالين ونشوف بنستخدمه شريط المتر، المتر اللي بنشتغل فيه يفضل يكون متر صلب بالشكل ده، ما يكونش من النوع القماش اللي هو بيتشد، اللي هو بيتشد، لا خلينا في الصلب ده بيدينا مقاسات معروفه. زاويه معدن لما هنبني النهارده هقول لك ان لازم حوائط بتاعتي تبقى متربعه ومزويه، مصطلحين جداد هنا، متربعه ومزويه، يعني ايه متربعه؟ يعني حضرتك الاوضه بتاعتنا دي كده لو انا جيت خدت المتر بتاعي من هنا ووصلت لغايه اخر نقطه قستها وليكن طلعت 7 متر. حلو، امشي شويه كده في الاوضه وامسك المتر بتاعي من هنا لغايه انك تطلع كام؟ 7 متر المفروض. لو ما طلعتش 7 يبقى الاوضه مش متربعه. تمام؟ وده اللي انا مش عايزه. معنى ان الاوضه مش متربعه يبقى وانا بركب سيراميك هيظهر لي حاجه اسمها سمك. نقولها بسرعه كده. ادي عندي اوضه بالشكل ده. اوضه بالشكل ده. حضرتك جيت تقيس المسافه دي لقيتها مثلا 5 متر. جيت تقيس دي لقيتها مثلا 4 متر 90. الاوضه بتاعتي مش متربعه. ايه اللي هيحصل بقى؟ تعالى حضرتك ركب اول صف سيراميك، ثاني صف سيراميك، ثالث صف سيراميك، رابع صف هو مش سيراميكا كامله، هو جزء من سيراميكا. الجزء ده نازل بنفس المستوى ولا بيزيد ولا ايه؟ طالما لقيت حضرتك اخر حته في السيراميك دي هنا ليها بعد وهنا ليها بعد، دي كده بالنسبه لي اسمها ايه؟ اسمها سمكه. بتحصل امتى السمكه دي؟ في عدم وجود تربيع في المباني وفي عدم وجود تربيع في المحاره. المبنى لو غلط ممكن اداني غلط وده في المحاره، لكن حضرتك اشتغلت مباني غلط ومحاره غلط فهتشوف عندك ارضيه بالشكل ده. تمام؟ طب افرض حضرتك ان كانت الحيطه متربعه. هشوف جزء من بلاطه بس الجزء ده لو افترضنا ان هو اكس هتلاقيه اكس في كل حته. دي ساعتها بنسميها ايه؟ بنسميها غلاية. الكلام ده هقوله تاني في السيراميك. تمام؟ يبقى انا عشان ابني صح لازم الغرفه بتاعتي كلها تبقى متربعه. وفي نفس الوقت مزويه. مصطلح مزوي يعني ايه؟ يعني زاويه قريبه. يعني لو حطيت زاويه في الحته دي تبقى زاويه قايمه. تمام؟ هتتم ازاي الزاويه القايمه؟ زاويه معدن بالشكل ده. مع الصنايعي عشان يعرف ينزل بيها. مهزه هنخل. بنهز بيه ايه؟ هنهز بيه الرمل. هنهز بيه الرمل. هتيجي تنزل في السوق هتلاقي الصنايعي. الزاويه بحطها في الكورنر؟ في الكورنر. تمام؟ هتنزل في السوق هتلاقي الصنايعي يقوم جايب الاسمنت على الرمل ويهزهم مع بعض. هو ده مش صح في حاله لو كانت ايديه عاليه. لو ناوي يعمل كده يوطي ايده تحت قوي. ان الاسمنت ناعم جدا فبيطير فبالتالي هيهلك والاسمنت ده انت دافع حقه فانت اللي هتخسر. اللي على الشمال ده اسمه كوريك، الكوريك ده اداه لتقليب المونه. عشان اقلب المونه سواء كانت على الناشف او هي طريه بقلبها بالكوريك اللي على الشمال ده. ده التقليب اليدوي وده اللي شغالين بيه في اكتر من 70 80% من مشاريعنا كلها. اللي على اليمين ده خلاطه بيسموها خلاطه نحله، دي تقليب ميكانيكي. بعض الاستشاريين في الشغل العالي قوي يقول لك ايه وانت شغال في المونه الاسمنتيه سواء كان مباني او محاره لازم تكون منتج متقلبه ميكانيكي. يعني ايه؟ يعني تجيب خلاطه تحط اسمنت تحط رمل تحط ميه وهي الخلاطه نفسها تلف ميكانيكيا وتنزل مونه، المونه دي تشتغل بيها المحاره بتاعتك. تمام؟ كده او كده الاثنين المفروض اشتغل بالعيار اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. خيط اداه للبنى وهنستخدمها النهارده ان شاء الله واحنا شغالين. برويطه
مصطلح اسمه براويطه. اللي على اليمين دي البراويطه دي ممكن تبقى عندك في عدتك انت، لو انت عندك مخزن تشيل فيها العده ممكن تاجرها، بتتاجر في اليوم دلوقتي ب 20 جنيه. دي اداه او وظيفه او وصول، دي اداه بستخدمها في حاجه اسمها التشوين. ايه التشوين ده؟ تخزين. تخزين يعني انا مثلا عايز الاسمنت بتاعي بدل ما هنا ودي ورا خالص، عندي مثلا 20 طن او عندي طن، افضل اجيب عامل على كتف ويفضل يودي، ولا ما احطش كارتين ثلاثه على البراويطه دي وهي تمشي على العجل بسهوله، وهكذا بقى. طوب، اسمنت، رمل. البراويطه بتمشي في سطح افقي، يعني تمشي في الدور الواحد. ممكن تنزل بس لازم يكون لها منزل ميل تنزل عليه. ممكن تطلع بس يكون طولها بسيط 3 4 5 درجات، اعمل برده سقاله كده تطلع عليه. لكن لو انا عايز اطلع طوب واسمنت ورمل في ادوار متكرره في الدور الثاني والثالث والرابع هعمل ايه؟ ونش. الشكل ده موجود في السوق، تجاره للاسف غلي مع الغلو ده كله. تجاره في اليوم دلوقتي مش هيقل عن 1000 جنيه، مش كان 700 مش هيقل عن 1000 جنيه. تمام. يوميت الصناعيه فيه هم شغالين اربع صناعيه، خمس صناعيه، اربع صناعيه والنش. يوميت الصناعيه بتعمل دلوقتي 150 جنيه غير ايجارهم، هتلاقي العمليه وصلت معاك 1000 جنيه. ده الوجه نطلع بيه طبعا اسمنت، نطلع بيه رمل، نطلع بيه اي حاجه. بيتحط الونش في الجزء اللي انا عايز اشون فيه او اللي انا عايز اطلع فيه المواد بتاعتي، وهو واير ينزل الواير ده بالحله بتاعته، بياخد الحاجه من تحت ويطلعها فوق زي ما حضراتكم شايفين بالشكل. تمام. طيب مكحله عرانيس. المكحله دي عباره عن سيخ حديد صغير كده، او في بعض الصناعيه بيجيبوا مسمار صلب كده ويبتدوا ان هم ايه يفضوا العراميس دي. هي ايه العراميس دي اصلا؟ العراميس دي هي خط المونه بتاعتي، خط المونه اللي في الطول. مش بيفضوها، بيظبطوا شكلها، يعني مثلا بيخلوا سطحها مستوية تبقى داخل لجوه شويه، لكن ما تبقاش بارزه لبره. طبعا المكحله دي مش كل الناس بتشتغلها، ما حدش بيشتغلها اصلا. ممكن الوحيد اللي بيشتغلها لغايه دلوقتي اللي بيستخدم الطوبه اللي مش هتطمحها. فاكرينها المره اللي فاتت قلنا الطوبه ايه؟ الوردي. الطوب الوردي، الطوب الفرعوني، الطوب اللي مش هيطمحها. لازم اخلي بالي قوي بقى من العرانيس عشان يبقى شكلها حلو، فساعتها استخدم المكحله اللي بالشكل ده. تمام؟ قبل ما المونه تنشف طبعا. شويه مصطلحات ثانيه شغالين بيها. العرموز بقى اللي احنا جبنا سيرته من شويه ده، العراميس قلنا هي عباره عن وبصراحه شغالين في السوق عراميس افقيه، عراميس راسيه، كلها اسمها عراميس بالميم او بالنون على فكره. يعني عراميس كده او عراميس كده. الاثنين بتيجي في المؤسسات الاثنين، بس الاشهر العراميس بالنون. طيب زي ما بقول لحضراتكم بقى شويه مصطلحات كده هنقولها. قال الطوبه بتاعتي اللي بالشكل ده، الطوبه الضلع ده قلنا المره اللي فاتت المفروض يكون كام؟ 25. دي بنسميها شناوي. شناوي. وال 12 بتتسمى أديا. أديا وشناوي. أديا ولا أديا؟ أديا. تمام؟ خط المونه اللي في النص ما بين الطوبه والطوبه هنسميه عرموس، هو الصح قوي. الخط الأفقي بيسموه الحمرقت، والخط الرأسي بيسموه عرموس، كله بيتسمى عرموس. عشان ما تلخبطش نفسك. المونه بقى اللي بحطها هنا يا فندم، دي حضرتك بتبص لها بتلاقي خط مونه كده. ده في الكتب هتلاقي مكتوب ان الحام الافقي بيسموه الحام مرقد، والراسي المونه اللي هنا بنسميها عرموس. تمام؟ في السوق كله عرموس. عرميس او ميم. ميم او نون. ادماك القد. مصطلحات جديده النهارده كتير شويه. ادماك قد. الادماك هو صف. صف الطوب هو اللي بيتنك. انسى بقى كلمة صف خالص. المرة اللي فاتت لما كنت بقول لك الطوب الاسمنتي المصفر يستخدم في اول ثلاث صفوف في المبنى، كنت بقول كده عشان ما توهكش، بس هو في اول ثلاث مدامين. اول ثلاث مدامين كلمة الادماك يعني صف طوب. تمام؟ طب ايه القد ده بقى؟ القد توقيع اللوحة اللي في ايديك او اللي في دماغك على الارض. حضرتك بتروح مكان ما، المكان ده المفروض انك هتبنيه. تمام؟ في حد هيجي يستلم منك، سواء كان بقى استشاري او مهندس اكبر منك او العميل. تخيل حضرتك بنيت المكان كله وجه العميل يستلم منك، وهو بيبص لقى ان الاوضه كبيره وصغيره وعايز يصغر دي شويه ويكبر دي شويه، هيعمل ايه العميل؟ هيكسر. لكن لما يديله المبنى كله بالشكل ده بدماغ واحد، المكان كله هيده بدماغ واحد، يخش يحس ان ده كبيره دي صغيره، هنخبطها برجلنا واحنا واقفين. موضوع سهل. لازم يقد الشغل، واللي هيقد الشغل لازم يكون حضرتك، ما ينفعش اي حد. يعني انت راجل المسؤول، انت اللي مش تقد ايديك تبقى واقف. لا يعني ايه قد برضه؟ ما هو الحدود يعني، ايه الحدود يعني؟ الاوضه دي مثلا انت حضرتك الاوضه دي كام في كام؟ باجي ابني بقول الحيطه دي على بعد كذا، والحيطه دي على بعد كذا، والحيطه دي مسويه من دي. يعني انا احط المقاسات يعني؟ المقاسات على ارض الواقع. صناعي قاعد مع حضرتك كده في المونه عمال يحط طوب بناء على كلام حضرتك. على المقاسات اللي انا قلتها. اللي انت عارفها. اللي انت عارفها في دماغك او مع اللي تمام؟ تشحيط.
مصطلح اسمه تشحيط. كلمة شحط عامة حاجة تخش بالعافية، تمام؟ تشحيط المباني. تعالى كده نتخيل مع بعض ان انا لما هبني مدماك فوق مدماك، خلاص بقى عرفنا مدماك يعني ايه؟ مدماك فوق مدماك فوق مدماك فوق مدماك، جيت خلاص وصلت لاخر مدماك فوق خالص، هتخبط في السقف. اخر مدماك ده طلع المفروض ان انا المسافه بين اخر مدماك والسقف طلع حوالي 4 سم 5 سم. وارتفاع الطوبه قد ايه؟ 6 سم. هتعمل ايه في ال 5 سم دول؟ هكسر في الطوبه واحطها، ده طبعا حل. بس اللي بيحصل تلاقي الصنايعي يعمل الحركه دي. مونه اسمنتيه فوق بالارتفاع ده كله. بعد يوم بالظبط المونه دي بتنشف، ولما بتنشف بتكش، ولما هتكش هتشرخ، ولما هتشرخ لو اديت كتف للحيطه ممكن تقع. بلا مبالغه. حلها ان انا لازم اشحط الحيطه. لازم اخر مدماك فوق خالص ده ادخل له حاجه زي كده تمسكه. ممكن طوب زي ما باشمهندس انا قالت، ممكن والمنتشر اكتر خشب. كده الخشب صغير ممكن كده كده مفيش مزاج. لا كسر طوب. كسر طوب. تمام؟ بيجي الصنايعي بقى يعمل ايه؟ يعمل حركه زي كده. بص هاكل الخشبه دي. بيجي بيركبها والمونه لسه طريه، بيدخلها كده شحط، بيدخلها بالعافيه. ليه؟ اول ما المونه تنشف الحيطه بتاعتي كده كده مضغوطه بالخشبه دي. طبعا مش هحط خشبه واحد، انا بحط خشبه كل واحد. يعني لما بحط الحيطه بالشكل ده كده، هي حيطه صغيره فحط واحده في النص، حيطه كبيره شويه كل واحد متر، ادي خشبه ادي ثانيه ادي كده. كل مسافه من متر لمترين. على لو في استشاري يقول لك متر، مفيش، ممكن توصل لمترين. فجيتها ضغطت للحيطه. لو اي حد دخل يكسر في الحيطه مش هتقع. خلي بالكم يا جماعه، مرحله التشحيط وظيفتها الوحيده الفتره الزمنيه من المحاره للمباني بس. يعني موبايل المحاره اول ما يخش هيشيل كل الكلام، مش هيسيبه. انا خايف على الحيطه في الفتره الزمنيه من المحاره او من المباني للمحاره، لان في الفتره دي في ناس هتخش تكسر في الحيطه وتبوظ الحيطه، فممكن تقع عليه. ده في حاله ان احنا ملينا الفراغ ده مونه، صح؟ انا في حاله ان المسافه بتاعتي هحط فيها مونه. لو جت طوبه بالملي داخله شحط، خلاص شحط نفسها بنفسها. تمام؟ خلي بالك من الكلام اللي بقوله. انا بعمل ايه؟ انا بحافظ على الحيطه في الفتره الزمنيه من المباني للمحاره. اتفضل. بس المونه دي قلنا مش كويسه اساسا ان احط المونه دي. لو عندي زايد عن سنتي كده مش كويس، كده كتير كده تشرب. لكن لو هي سنتي بس خلاص. خليها اسم الخشب ده اسمه هو ده اسمه كابول يا مهندس الخشب ده؟ نعم. فاهم؟ اسمه ايه الخشب اللي بيتحط؟ الخشب الصغير ده بيسموه جوه الصناعيه بقى طفشه، عرضه، سفينج، خضير، كل دي نفس المونه اللي بستخدمها ولا ازود اسمها نفس المونه هي بالظبط ولا بتشد شويه؟ لا هو شغال خلاص في اخر مدماك يبتدي ده كده يدقه كده او الطفشه دي يدقه. طيب ولما بيجي يقطع المحاره بيشيلها؟ بيشيلها. طب ما هي كده بتبقى المحاره بتمسك الحيطه. انا بقول لك خايف عليها منين؟ خايف عليها من الفتره الزمنيه من المباني للمحاره، لانك سباك هيخش وكهرباء هيخش ونجار هيخش، الناس دي هتخش تكسر في الحيطه، فلو الحيطه بترقص من فوق هتقمعك ودماغ اي حد شغال. تمام؟ على فكرة الموضوع ده مهم جدا، وخصوصا لو حوائط مش حيطة كاملة. يعني الحيطة دي لو ما حطيتش فيها خرابير ان شاء الله ربنا يستر مش هتقع. دي ليه؟ ممسوكة من هنا ومن هنا ومن تحت ومن فوق بس فصلت. لكن تعالى مثلا حيطة زي اللي انا واقف جنبها دي، في فتحة عندي هنا، فهي مش ممسوكة من الشمال، وكانت ممسوكة من فوق وفصلت، فبقت ممسوكة من اليمين ومن تحت بس. لو جيت هزيتها كده هتقع. تمام؟ طيب عندنا مصطلح تاني بقى مهم جدا جدا. انا عارف ان انا بشرح المباني في ناس قاعده تقول لك انا بستلم الشقه مبنيه او الفيلا مبنيه، انا مش عايز اسمع البند ده. لا اسمع بقى الحته دي، طرف رباط. حضرتك لو شغال في مكان فانت اكيد اكيد المكان ده مبني، اكيد هتعمل تعديلات معماريه، ده اكيد. مفيش حد بيخش يشطب الشقه زي ما هي بالظبط. عند حضرتك حيطه بالشكل ده، العميل قال لك عايزين نفتح هنا باب، نفتح هنا شباك، عايزين نقفل الباب ده، عايزين نقفل الشباك ده، وهكذا.
تيجي حضرتك تقفل الشباك وتمحر مكان الشباك، بعد الشباك ما تمحره بيومين تلاقي علامه الشباك كلها تشرخ. تيجي على حضرتك الشباك عامل كده، بعد ما تمحره تلاقي شرخ بالشكل ده. ايه ده؟ حضرتك ما ربطتش مباليك مع بعضها. طرف الرباط ده عباره عن بربط رباط الحيطه مع بعضها، والحيطه مع حيطه ثانيه، والحيطه مع عمود. واحده واحده بقى ناخدهم الثلاثه. خلاص قلنا انا هحط اول بيتباك بالشكل ده على عرض كده. ادي اول بيتباك بالشكل ده. تاني بيتباك فوقيه هيبقى عامل ازاي كده؟ صح؟ لا، عود نفسك لو شفت عرموسين فوق بعض يبقى انت شغلك مش مظبوط. فين عرموسين؟ ادي عرموس وادي التاني. امال ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل كده. واول بيتباك اول حته خالص حط نص دور بالشكل. هو ده طرف الرباط اللي انا بتكلم فيه. هو ده. بس ده طرف الرباط للحيطه الواحده. هو الحته اللي غيره دي. تيجي تاخد الباك اللي بعديها تاخده كده. واللي بعديها تحط نص وتكمل. تلاقي نفسك الحيطه مفيش عرموس طالع فوق عرموس. عرموس تحتيه طوبه وفوق. ده كده الرباط للحيطه الواحده. بص حضرتك الصنايعي هو شغال ليه دايما عامل رباط للحيطه الواحده مفيش فيها مشكله. المشكله بتقابلنا بقى في الرباط مع حيطه مع حيطه. يعني ايه؟ عادي عندي حيطه اهي وفي حيطه ثانيه طالعه قدام حضراتكم بالشكل ده كده. في حيطه كده وحيطه كده وافضل ماشي كده. كلامي صح؟ كده انت حطيت حيطه قدام حيطه بالشكل ده. دي مربوطه كويس مع بعضها ودي كويس مع بعضها، بس هما الاثنين مش مربوطين مع بعض. بص انا هعمل ايه؟ كده كده صباع وصباع، صباع وصباع، يعني كأني بقول انا ايه؟ مدماك ومدماك، مدماك ومدماك، فاللي بيحصل ده التاني. ادي اول مدماك اهو، اللي بعديه يتاخد كده. انا بقى ايه؟ انا حضرتك بالشكل ده. اول مدماك اتعمل، ثاني مدماك كده، ثالث مدماك كده، الرابع كده، الخامس كده. هو ده طرف الرباط اللي انا عايزه. اهو بطلع طرف رباط. بطلع طرف رباط كل مدماك ومدماك، واحد واحد، واحد واحد. الصناعي اللي شغال قدام حضراتكم ده هتلاقيه عامل 3-1، ودي بيني وبينكم مقبوله لو مفيش استشاري، بس هو مش صح. هو مش صح. الصناعي يعني اللي قدام حضراتكم هنا في الوقت في المكان ده. خطوبه كامله. بص حضراتكم ادي حيطه ادي طوبه وساب 3 مداميك وخد طوبه، ساب 3 مداميك وخد طوبه وهكذا. ده مش صح. ما بقولش ده صح، ده مش صح. لازم ترفضه. بس لو انت عايز تتساهل قوي بقى تساهل براحتك. اهو بص حضراتكم ده طلع منك ومنك بالشكل ده. نفس الفكره. اوضه مبنيه اصلا. حلوه قوي. لازم نعملها. ده اللي هو اللي ما عندوش ضمير ده واخد 3 مداميك، مدماك 2-3 ما طلعش طرف رباط، طلع في الثالث وثلاثه وطلع في الرابع. الراجل ده برضه نفس الفكره. طب هو ليه بيستسهل؟ ليه بيستسهل؟ بعدين الموضوع هي ياخد منه وقت عشان يظبط العرموس، عشان يظبط سوري طرف رباط، لانه لو طلع مش في مكانه هيقابله مشكله في التركيب. لازم يطلعه مظبوط في نفس المكان اللي هتمشي فيه عروس الافق اللي في الحيطه اللي لسه اصلا ما اتبنتش. تمام؟ هو عايز يقللها عشان كده. يعني تبقى واحده واحده. واحده المفروض. حاجه زي كده، واحده واحده، واحده كبيره واحده صغيره وهكذا. طب المطلع دي بيعمل فيها ايه بقى؟ هيجي بعد كده هنكمل الحيطه العمليه يعني. يعني بص حضرتك الراجل ده هو دلوقتي شغال في الحيطه دي، بكره هيشتغل في الحيطه دي، فعشان كده طلع لها ظرف وربطها. تمام؟ بس في حته نقطه فيها فوق كده. كان ضميره كلب عشان خاطر ليه؟ لو ركزت هو ضميره ما كلوش، هو ربط الحيطه دي بالحيطه القديمه. مش هو الاستاذ كان بيسال لما اجي ابني حيطه مثلا صاحب السنتر قال لي اقسم لي القاعده نصين، انا لازم اربط الحيطه الجديده بالحيطه القديمه. تتربط ازاي؟ اجيب صنايعي يبتدي يكسر لي يفتح لي طرف رباط. لازم حيطاني تتربط مع بعض. لازم. تمام؟ استنكم ثانيه بس. Thank you.
شغلة تجيب شوية؟ شغلة يا ريت. شغل السوشيال ميديا ولا؟ ها؟ شغل السوشيال ميديا ولا؟ حسيت. يعني هو في الخطوة الأولى لما بيجي لازم يطلع منها الرباط اللي هو الرباط ده راحته عند ايه يبدا في الحته الاتجاه بيته ده تمام الحته الثانيه ما هتكبني برضه بس انا بما اني صنايعي مش هتشرب الاثنين في نفس الوقت لازم اعمل حساب الحيطات دي تمام خليني شابني دي كده كلها واجي بعد كده بكره افتكر ان كان في حمام هنا لسه هطلع بحيطه هطلع كده لا ما ينفعش طب انا بقى ما انا افتح بقى اذا حضرتك كده الرباط مسموح ساعتها 3-1 لان انا لو فتحت 1-1 الحيطه بالبلدي كده هتشال مش هتضرب عشان كده مسموح لي في حاله ان انا بفتح طرف رباط حيطه قديمه 1-3-1 ليه؟ على قد الطوبه اللي انا هخش يعني الحيطه اهي انا هدخل طوبه هنا كده يجي بقى ومفتح فتحه هنا عشان ادخل الطوبه دي لجوه يعني ايه هتشال بقى؟ هتتكسر تتكسر يبدا فيها بيبدا من تحت خالص يفتح من اول يفتح من اول خالص ممكن يفتح اول واحده تسيب ثلاثه رابعه يسيب ثلاثه سبعه وهكذا والفاصل ده هنعمل بقى نص طوبه في لا ممكن نص وممكن طوبه على حسب بقى على حسب الترتيب تمام ده كده بالنسبه لربط حيطه مع حيطه عموديه عاديه افتكر دايما الكلمه دي او الحركه دي دايما افتكرها تمام طيب على فكره لو ما ربطتش هتحصل مشاكل وانت شغال مش مستمره وانت شغال هتلاقي الشرخ قدام عينيك كده وهتلاقي الحوائط بتفصل اهي مع هزه بسيطه مش زلزال لا ده هزه بسيطه ممكن صنايعي مثلا كان شايل شكارتين اسمنت راح حابتهم في الارض تلاقي السقف اترج ممكن يعمل لك مشاكل بالشكل ده تمام فلازم الرباط يبقى كويس بصوا حضراتكم مفيش اي طرف رباط ملهاش حل ما دي كده ليها حل بس يعني مكلف مش ورد الصوره اللي قبليها كان واخدها بزاويه مش واخدها بعمودي على كده فين لا دي عامله ايه بص انا عامه لما بدخل على اي صنايعي بلاقيه مقفل مويه اسمنتيه بالشكل ده بعرف انه عايز يداري الطرف رباط هو ما عملش تمام الحل ده كله هيك ده ولا والله على حسب درجه الكواليتي الشغل اللي حضرتك عايزها لو انت حضرتك فكره الهد قدام عميل دي بتوحي ان انت ما كنتش بتيجي اصلا حتى لو انت غبت نص ساعه او ساعه فساعتها ممكن احلها حاجه تاني مكلف انا لا ادفع حقه مش مشكله بس برضو احصل على التماسك في الطول. بيعمل اسمنت لا مش اسمنت انا لازم اربط بكنات حديد يعني اوريها لحضراتكم تمام ده كده علاقه الحيطه بحيطه عموديه يعني تمام بص حضراتكم صور في فيلا فصل خالص طبعا في ناس مش فاهمه قوي فلما الاقي شرخ بالشكل ده يقول لك الفيلا هتقع تمام؟ لا ده هي كانت حيطه وحيطه كده. لما حصل ان هو عزل في الارض فعمل رقبه ازازه في العزله اللي هنتكلم فيها عملت قوه افقيه كده على السور فراح لوحده وراح لوحده. لو كانوا مربوطين ما كانش حصل الكلام. تمام؟ طب افرض حضرتك بقى بتبني حيطه زي ما الباشمهندس بتقول كده عايز اخد حيطه هنا بس الحيطه دي هبتديها من عند العمود. مش من نص حيطه. مش من حيطه من عند عمود. هعمل ايه؟ عمود صعب ان انا اكسر فيه هعمل طرف رباط في عمود بس لازم اربط في العمود الصح قوي وكلام الاستشاري عشان تبقى معاك عشان تبقى عارف الاستشاري بيطلب مني ايه بيطلب مني دايما وانا شغال في الخرسانات زمان كان يقول لي ايه وانت بتصب العمود عمود الخرسان وانا بصبه العمود عندي بيكون عامل ازاي حاجه بالشكل ده كده باجي بقوم حاطط الواح خشب كده والواح خشب كده وتلاقي عندي الحديد طالع كده اشاير الحديد طالع بالشكل ده قبل ما اصب اجي اعمل ايه؟ اطلع اشيل كده مسافه من 30 ل 40 سم من 30 ل 40 سم اطلع له اشيل الحديد منين؟ من العمود اللي لسه ما اتصبش
اول ما تصب العمود نفك الالواح الخشب ده، هتيجي تبص على كده على العمود هتلاقي حاجه زي كده. شايفين حضراتكم؟ شايفين السيخ؟ اهو بص الماوس اهو، اهي سيخ اهو، سيخ تحت اهو، سيخ فوق اهو. تيجي حضرتك بعد كده تبني، تخلي السيخ ده في الفاصل ما بين الطوب وبعض. تنزل السوق تلاقي الراجل بتاع معدن ربنا يكرمه عملها، والنجار دفعنا له فلوس زياده عشان يرضى ان احنا ندخل حليب. تيجي تبص تلاقي بقى الراجل ولا كانه شافها، يتنهى لك بالشكل ده. معلش عايز اقول لحضرتك، هي المسافه اللي خدت من 30 ل 40 ولا بين كل واحد؟ المسافه تمام؟ الاشاره برضه بتبقى طولها تقريبا 50 سم، تدخل 10 او 20 وتسيب الباقي. تيجي تبص تلاقي الصنايعي عملها بالشكل ده. على فكره دي فيلا شغالين فيها من كسر، فلما كسرنا لقينا الشكل. احنا اصلا سبب التكسير ظهور شيوخ في المباني. بنا مباني. الحيطه دي الفيلا دي موجوده في مكسيك في جرانيت عدائيه. كسرنا الحيطان عشان لقى بصاق العميل لقى في شيوخ ظهر في المباني. ليه؟ الدنيا فصلت على بعض. هو دلوقتي حتى زي غرفه زي دي مفيش حته تمام؟ ما هو هقول لحضرتك لما الناس لقوا دخلوا، مش الناس بقى اللي انا شفتهم عامه يعني، لما بيلاقوا ان الصنايعي ما بيهتمش بالاشاير دي تيجي تساله تقول له ما اهتمتش ليه بالاشاره؟ يقول لك اصل حضرتك انا بستخدم طوبه دوب والاشاره جت في نص الطوبه الدوب اعمل فيها ايه؟ فراح تنهيها ولا كانه شايف. لا قال لك خلاص احنا نعمل رابطه بطريقه اسهل. اعمل له هو جايب له كنات بالشكل ده. الكنات دي انت يا بنا اللي هتدقها ودقها لي ما بين عرقوسين عشان ما تجيش يبقى ليك وجع دماغ وتتكلم وتقول حاجه اهو بالشكل ده. بص حضرتك ايه؟ كان حرف ال الرجل بتاعتها بتبقى على العمود والبقيه الرجل كلها على الحيطه مش فاهم. بيلتي بقى بيلتي ده ايه في العمود؟ طبعا مسمار يعني بالدقه ولا بيبقى فشل؟ ما يعني دقه في العمود فشل خرسان ما ياثرش. لا 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 التخريج في عمود ما ياثرش، التكسير في عمود ياثر. تمام؟ هتقول لي ما حدش بيعمل كده ما شفتش. هقول لك لو في استشاري لازم تعمل، لو في استشاري قوي كمان لازم يطلب مني ده 100%. طب ما لو بنيت حاجه استشاري ازاي يشوف الكلام دي؟ ما هو في ستة كده ده هتركب طبعا. ما هو وظيفته يجي يستلم كل خط، هيجي يستلم منك القد، يجي يستلم منك الجلسات، يجي يستلم منك العدد، نشوف الكلام ده. هو فاضي هو فاضي والله. بعدين بس استشاري؟ هو لو استشاري هيجي هنا يجيبوا ايه؟ اه حضرتك بتجيب استشاري صح؟ لا بس شبكات حاجه ثانيه. بس من ضمن الناس الفاضيه برضه. طيب زي ما بقول لحضرتك انا لو انا فضلت اشتغل زي الاستشاري ما شغال انا مش هكسب، مش هلاقي عميل يشتغل معايا. تمام؟ فانا عايز برضه امسك العصا من النص. نمسك العصا من النص ازاي؟ العمدان الطرفيه هي دي اللي بخاف منها. العمدان اللي في نص المنشا ما بخافش منها. هو انت خايف من ايه؟ خايف ان الخرسانه تنزل لتحت شويه ويحصل فاصل. شفتوا حضرتك الصوره دي؟ شايفين الابيض اللي في النص ده؟ ده الشمس الناحيه الثانيه. تمام؟ العمود اهو وهنا في حيطه وحصل ايه؟ البلاطه دي هبطت بدل ما كانت كده نزلت تحت شويه. نزلت كده شويه. فالحيطه دي كلها راحت نازله بما ان الحيطه مش مربوطه كويس، فراحت الحيطه نازله وعملت لي رقم 7 اللي حضرتك شايفينه بالشكل ده. بيحصل 100% هيحصل في العمدان الطرفيه. العمدان اللي شايله بلكونات. احنا عندنا في السوق هتلاقي دايما العمدان اللي شايله بلكونه. البلكونه دي تبقى حاجه اسمها كانتليفر او كابولي، تبقى طايره بالشكل ده، بتشالها من ناحيه والناحيه الثانيه لا. ففي حاجه طبيعيه في الخرسانه كلنا عارفينها وما بنلاقيش منها اسمها انيشال سيتلمنت او هبوط ابتدائي. ده بيحصل بعد اسبوع من الخرسانه ما تتصب او من الخرسانه لما تتفك. فتلاقي عند حضرتك البلاطه اللي كانت عامله كده نزلت سنه تحت. لو المباني بتاعتي دي مش مربوطه كويس هتنزل وتعمل لك رقم 7. ففي العمدان الطرفيه لازم اربط، تربط بقى بأشياء الحديد، تربط بقى بكنات زي دي لازم. العمدان اللي جوه المنشا ما تعملش حاجه. طب ما ينفعش في تقريبا كنات اللي هي السياخ اللي بتتدق؟ السياخ بتتدق يعني ساعات الشغل الحداد على فاهم على الحداد ويجي مثلا قفص ولا حاجه في حيطه يروح خارم واخد سيخ حديد كده بتاخده بعد كده بيلحم السيخ. طب ما هي دي اشاره، هي اشاره كده. هو ما هي الاشاره اللي فاتت دي اهي، انت ممكن حضرتك تعملها برضه في الاخر، هتخرم وتدخلي الاشاره دي. بس يعني يفضل لما تدخل الاشاره بما انك هتخرم وتدخلها يفضل تعمل حاجه او تجيب حاجه اسمها ماده تزريع اشاير. دي ماده كيماويه موجوده في السوق عند كل الشركات الكيماويه. كيماويات اللي هي حديث، شركه سيكا، اكسكالبر، ممكن اي شركه. ممكن نقفل بقى لان انت بتشتغل فهتلاقي ناس بتشتغل.
مش مهندس تكييف هيبرد قوي على فكره. ونازل جامد قوي. محمد انت ممكن ترفع ليش؟ خد حاجه لو انت شيل. ايه؟ بقول لك نزل علينا جامد. يا عم انت عامل ماده تسريع عشان دي لو وصلت في السياق صح كده؟ اه ليه ما كانها مكانها مكان ال يعني لو انت طلعتها من الاول الخرسانه هتمسك فيه، لو انت خرمتها بعد كده هتبقى من دول سلبي. حاجه زي كده. طيب الاشياء دي برضه بتخش في المواليد واتشغلها، المواليد عايشه هتلاقيها عنده. مش مهندس. ما هو الوحيد اللي هيشيل لك حته مثل اللي هو بقى الخرسانه اللي هو عندك. ما هو لازم يعمل لك مش مهندس السيخ ده بيخش في الحته اللي فيها المونه اللي هي العروس. بالظبط. طيب هو متناه كده استفاد يعني هو بالنسبه له ما استفادش، هو مش عايز يوجع دماغه ويقعد يرفع في الاشاره ويعمل هو لغاه. عشان كده بقول لك انا ما بقيناش نعمل الحركه دي، بقينا نخلي الصنايعي في مكان الاشاره يقوم حاطط هو كامل، عشان سوري في مكان المباني العروسيه يحط هو كامل، عشان ما يتحججش ان الاشاره ما كانتش مكتوبه. هما بيدخلوا في الاخر بعد فين لا كل ده داخل جوه. لا انا قصدي ده دلوقتي طالع، انا مش هعمل حيطه في حته تانيه. اه معلش حضرتك بتقول البلكونات عشان ما تعملش رقم سبعه لازم احط اشايه. تمام. هو طبيعي البلكونه هتتبني ازاي من غير ما احط اشايه اصلا؟ لا اشايه مبدئيا احنا بنتكلم في الحيطه دي. تمام. ادي البلكونه اهي بتبص لها من الجنب الحيطه دي. تمام. الحيطه دي لازم تتربط في العمود. لا اشايه مش في الكابين. ايه دي الاشاره اللي انا قصدي عليها؟ تربط العمود ده بما ان العمود ده عمود طرفي شايل البلكونه دي، فلازم المباني اللي هبنيها هنا لازم تبقى مربوطه كويس. اه انت حضرتك بتتكلم في حته هبنيها مش في اه لا في حته. طب معلش يا فندم، هو الحته اللي هو بقى الكابولي ده مش هيبقى في فراغ بين الحته والكابولي؟ هيبقى في فراغ بس بسيط في الارضيه مش هشوفه اصلا. عشان بس هعمل حاجه تحتيه يعني؟ هي شنطه مش هحط الارضيه. اه بس مش لازم احط مونه على الحته دي؟ هو بسيط، هو انت بتتكلم في حوالي 2 يعني عايز اقول لك ممكن يوصل سنتي بالعافيه. يبقى الحيطه كده مش بتستند على الارض. لا سند يعني بالضغط الحيطه ذات نفسها هتسقط. كله بيريح. كله بيريح عليه. يعني بص يعني هي ذات نفسها كقوه كوزن نازله لتحت. طب ما تنزلش كده. هتشرب من فوق. تشرب من فوق، وعلى فكره كل بيوتنا فيها شرخ من فوق بس انت مش شايفه. ما يعني حضرتك عامل سقف صاير، حضرتك عامل كرانيش. انا بعمل كرانيش ليه؟ عشان في شرخ عايز اتريق فوق. المادة اللي هي بتجيب مادة تسريع عشان تبقى عبارة عن باودر علبة صغيرة كده ومعاها الليكويد بتاعها علبة تانية صغيرة بيتحطوا على بعض بيتعجنوا بالمزايا عندنا العجينة دي قوية جدا. فاجي اروح محافظة السيخ او البلدي كده عايز السيخ بيها شوية وادخله في الايه؟ في الفراغ اللي انا عملته او في الفرن اللي انا عملته. بس بعد يوم بالظبط لو جينا اثنين ثلاثة يحاولوا يشدوا السيخ عمره ما يجي. مادة تسريع عشان كل شركة بقى مسميها اسم، يعني في شركة كيماويات البلح لسه مش فاكر اسمها كيما بوكس 145، في شركة تانية هتلاقي كل شركة مسميها اسم واحد. أنا قصدي المصطلح هو ده. اه. احنا هنتعامل مع شركات كيماوية كتير في التشطيب. هو بعد ما تلاقي كده هو جوه الحيطة بيدخله ازاي جوه في الطوب؟ ايه المشكلة؟ بيجي عند كل حتة معينة بيقص في الطوب. يعني الطوبة بدل ما هي مثلا عاملة كده بيجي هنا الطوبة دي يقوم يفرغ لها جواها ويدخلها كده. طيب عندنا مصطلح تاني اسمه عتبه. عتبه المباني. انت متخيل الحيطه بتاعتي دي وانا ببنيها خدت مدماك فوق مدماك فوق مدماك فوق مدماك كل مدماك شايله بعضها. جيت في حته معينه وقلت لي انا عايز اعمل باب. طب المدماك اللي فوق الباب دي ايه اللي شايلها؟ ايه اللي شايلها؟ كمرة خرسانيه بنسميها عتبه. متك قوي على كلمه كمرة خرسانيه دي لانها ليها اهميه للاسف في السوق اي كلام يجي. تمام؟ العتبه الخرسانيه عباره عن اسمنت، رمل، ميه، حديد، وسن زلط. اي خرسانه في الدنيا دي مكوناتها اسمنت، رمل، ميه، سن او زلط اللي بنسميه باللغه العربيه ده اسمه ركام. تمام؟ ركام اللي هو الدولومايت ده وحديد. يبقى اذا انا هعمل ايه؟ فين هي العتبه اصلا؟ اهي الرماد دي بيكون ليها عمق لجوه او عرض لجوه بيكون عرض الحيطه حيطه 12 حيطه 25 زي ما انت عايز. بيكون ليها طول وليها ارتفاع. طول وارتفاع. طولها الطول المناسب اللي شغالين بيه فتحه قد ايه؟ وليكن متر، ارمي يمين وشمال من 10 ل 20 سم. يعني لو هي متر المفروض تبقى 140 طولها. يعني حمل هنا 20 وهنا 20. هتقول لي ما هو في ساعات ما بقاش في 20، في اقل اللي هو نص طوبه اللي هو 10 تقريبا. ماشي.
ماشي. وساعات قليله قوي بس مش لسه شارف المشروع ده، ممكن اعملها 6 سم لما اجي ابني حيطه كده اقعد لي طوبه كده. سميها طوبه على سفر. هي ليها ستاندرد؟ ايه هي؟ العتبه. العتبه المفروض ترمي من 10 ل 20 يجيبوا الشقه. يعني هي تبقى 140 سم. صح صح. على الارض الاول. بص يا فندم على حسب هي ايه؟ هي من النوع الصغير بعد 140 150 ارتفاع 10 سم باقي الصناعي بيجي ويصربها على الارض بالشكل تمام؟ الصناعي بيصب كل انواع الاعتاب وده مش صح. انا بصب الاعتاب اللي انا ممكن اشتغل بيها الصغيره. خلي بالك انا قلت لك طولها لو فاتحه متر طولها متر و40 او متر 20 تزود 10 من كل ناحيه و20 من كل ناحيه. ارتفاعها قد ايه؟ ال على 10 ايه ال ده؟ الفتحه قد ايه؟ مش كانت متر يعني 100 سم 100 على 10 يعني 10 سم يبقى ارتفاعها 10 سم. روح مثلا على باب بلكونه. باب بلكونه بتاع حضرتك لو عامله الومنيوم في واجهه اماميه هتلاقي المشكلة اللي قولها لك حالا دي تيجي تفتح الطرفة وتقفل. لا في صعوبة. في صعوبة ليه؟ العتبة اللي فوق للأسف البنا لما عملها عملها برضه ارتفاع 10 سم. يعني العتبة من فوق حطها سمك 10 سم مع إن الفتحة كانت كام متر؟ كانت 2 متر يعني كانت 200 سم على 10 المفروض ارتفاعها يبقى 20. إيه اللي حصل فيها؟ هوزت ريحت الشكل ده. فلما ريحت العتبة حملت على إيه؟ على الحلقة بتاع الألقاء. تيجي تجر بقى الطرفة يمين شمال صعب. يعني الا على 10 الفتحه بتاعتي تمام على 10. فتح الباب 3 متر يبقى محتاج عتبه 30 سم. فتح الباب 4 متر محتاج عتبه 40 سم. يبقى انت تعالى بقى كده الصنايعي بيصب العتب الصغير ده وهيجي بعد كده مرافعه وهو المساعد اللي معاه بيركبه. تيجي تقول الصنايعي بيصب كمره او بيصب عتبه ارتفاع 20 سم وطول 2 متر و40 ولا 2 متر 20 هيشيلها ولا عمره هيشيلها. طب هنعمل ايه ساعتها؟ هنصبها بلغه الصناعيه على بول. يقول لك صب على بول. على بوق في الموقع. يعني ايه؟ يجي نقار مسلح بالشكل ده ويشد شده خشبيه كاني شغال في كاميرا فعلا. عروق وخشب ونحط حديد ونصب الخرسانه في المكان في نفسه بالظبط. ده بنعمله في كل الفيلا اللي بنشتغل بيها في الواجهات الاماميه بالذات. لان دايما الواجهات الاماميه بيبقى الشباك كبير 2 متر 2 متر ونص 3 متر. فتقول لي صنايعي هيجيب عتبه ويركبها؟ مش هيركبها. هيجيب لك عتبه ارتفاع 10 سم صغير. اول ما يركبها من هنا هتكون مرخمه من هنا. تبقى تقيلة عليك انت مش هتقدر تشيلها. هي اصلا الرقيقة دي يشوفها اتنين تلاتة قدام بعض ويرفعوها فوق. تيجي تقول لي بقى كمان هي ارتفاع 20 سم ولا تمام؟ العتب لازم اهتم بيه. الفتحة 3 متر يبقى محتاجة إلا على 10. عاوز ده القانون احنا في الخرسانة عندنا القانون القانون إلا على 10 تمام؟ استاذ لو حتى لو عرضت معايا برضه هنا 20 سم وهنا 20 سم ما يزيدش على 20 طالما هي ما بعتمدش على اللي شايلها بتعتمد على السكر بتاعها السيلز تمام. احنا في الخرسانه لما بنيجي نحط الحديد الحديد بالشرط كله يخش على عمود اليسار. في حديد بيقف في النص مش عايز اتوهك ولا خلك تخسر بس في حديد يعني بيقف في النص. هل ده تقول لوجيك كده طب الحديد ده سهل على ايه؟ مش دي المشكله هو ماسك الخرسانه كلها كلها مع بعض تمام. يعني 20 سم 20 سم دي كفايه قوي اي ابعاد حلوه سيخ حديد لو هي 10 سم سيخين في 10 او في 12 لو هي اكبر من كده بنحط السيخين فوق والسيخين تحت وما بينهم تسخين كامل كانتها كانها كامل تمام. عايز اقول لحضرتك كنت شغال في مشروع في اكتوبر الاستشاري هناك كان الكاميرا الصغير سوري كان العتب الصغير كان بيخليني احط السيخين تحت والسيخين فوق وكانت كانت صغيره تمام. عايز اقول لك اهميتها لو جيت حضرتك تشتري عتبه من السوق واتكسرت منك مجرد وقعت كده لقيت اتكسر تلاقي جواها سيخ واحد بس حديد وممكن ما تلاقيش وسيخ 8 مللي 8 مللي ده عندنا حديد املس ناعم. انا بقول لحضرتك ايه؟ حديد 10 او 12 ليه؟ مش ارشف خشن هتمسك في الخرسانه تمام؟ هتصب هتصب اه كويس فكرتني. بص حضرتك الصناعي ده لما جه صبها على الارض صبها على الارض خرسانه ايه اللي يضمن انها ما تمسكش فيها؟ حط شويه دقيق بالنسبه للصناعيه حط شويه رمل الدقيق والعجين كده لما ست البيت تيجي تفرد عجينه عايزه ما تلزقش تحط زيت او دقيق هنا تحط رمل. لو حط رمل على المونه لو جه مثلا حط شويه مونه على الارض ما يلزقش طالما في رمل تحت. لو جه مثلا عايز يصب خرسانه على خرسانه طالما فرشت رمل في الاول مش هيتزقوا في بعض ده اللي بيحصل تمام. باشمهندس معلش تاني حته بس الحديد تسليح الحديد اللي جوه حديد تسليح يا فندم لو هي كاميرا ارتفاعها 10 سم وطولها صغير متر 20 متر 40 مسموح لك تحط سكين حديد فاي 10 او فاي 12 من غير كلام من غير كلام هي 10 او 12 فاي قطر السكين قطر السكين فايف
طيب افرض الفتحه بتاعتي دي كانت صفحها من فوق مش عادي وهذا كده بالشكل طرش ده ايه اللي بيمسك بيمسك نفسه حد هنا عباره صح في دكتور في عماره حسن فتحي صح كده ده متخصص في البنى النشاط بقى والقبب والحاجات دي كلها المباني دي بتتبني ازاي في التجمع على فكره فيلا واحده بس قدام اكاديميه الشرطه من الجنب الفيلا دي هي دور واحد دور فردي بس السقف بتاعها مش خرسانه السقف بتاعها كله مباني قبب بالشكل ده بتتبني ازاي فكرتها ايه فكرتها ان الطول ده متماسك مع بعضه قوه اسمها قوه القص اللي هي الشير فورس كله مع بعضه يعني هو نظام النوبه برضه بيبقى بالطريقه دي كل الطوب لازم يكمل مع بعض يعني بص حضرتك الصوره دي اجي اول طوبه ثاني ثالث رابع خامس سادس لو طوبه واحده من دول وقعت الارش ده كله يقف قدام كله بيمسك في بعضه وبيحمل على بعضه كله بيحمل على بعضه عشان كده ارش المباني ليه مش شرط اقدر اعمله تقدر تعمله لو كان الطوب كله هيكمل مره واحده تيجي مثلا تشتغل في وجهك فيبقى عندك كاميرا ساقطه بالشكل ده وعندي هنا في ارش مباني اهو المفروض ان انا اجي الف الارش كده لقيته خبط في الكاميرا وكده خبط في الكاميرا يبقى في عندي جزء مش هقدر ابنيه هعمل ايه ساعتها؟ هتلاقي الارش واقف طب ده انا عايز اعمل ارش بعمله بس مش مباني بتعمل بقى حاجه اسمها سلك شبك هنتكلم فيه في الدرس اللي بعده تمام؟ الفارما دي يا ريت تعملها ما تخليش الصنايعي يشتغلها يعني اقول لك اشتغلها على ابوها ان انا اعملها لك يا باشمهندس لا اعملها عند نجار يعملها لك مظبوطه بالشكل ده او اعملها عند حداد يعملها لك مظبوطه بالشكل ده مجرد انت بتركبها وتبني فوق تمام اخر ثلاث مصطلحات نتكلم فيهم الجلسه جبنا سيرتها المره اللي فاتت اللي هي جنب الباشمهندس هنا بتاعت الشباك المسافه من تحت بتاعت الشباك من تحت لغايه الارض دي اسمها جلسه اللي هي عند الشكل وده اسمه كده ايه الكتف ده؟ يمين وشمال الفتحه يمين وشمال اي فتحه شباك بقى باب يعني ده اللي قاعد جنب ده او ده اسمه كتف كتف مبني تمام اللي ورا دي حته طالما مقفوله كلها حته ده كده اسمه كتف طب افرض الكتف ده كان صغير قوي صغير قوي قد ايه يعني؟ يعني يا نص طوبه يا طوبه يعني يا 12 سم يا 25 بنسميها محاجين الكلمه دي حطها كده كتير في دماغك لانك هتشتغلها كتير مثلا كده وعمود كده، بيت حضرتك بتعامل الحيطه دي. دي اسمها حائط خلاص. طب افرض كان في عندك هنا باب بالشكل ده. فاذا يمين وشمال الباب اللي هي دي ودي كده. طب افرض بقى ان الباب كان جاي جنب العمود قوي. كده. دي اسمها ايه؟ دي اسمها محاكي. اللي هي مش موجوده عندنا. ده كتف ده كتف ده كتف ممكن تبقى هي دي. فين هي المحاكي؟ نبص عليها اهي. نص طوبة أو طوبة كاملة. معلش ما حكيتش. هي وظيفة. مش أي واحدة هنا؟ هي شايف الخيط المشدود ده؟ هو شادد الخيط ده عشان بيبني المحكية دي. عشان يخش الحل ده إيه بص بص حضرتك ده إيه؟ ده عمود صح؟ لازم لازم طالما في فتحة جنب عمود لازم أحط محكية. ليه؟ العمود ده جنبه باب. حضرتك هتيجي تركب العتبة بتاعت الباب هتركبها إزاي؟ هتسند عليها. رقم واحد. رقم اتنين. هتيجي تركب حلق الباب ده، حلق الباب بيتم تركيبه باستخدام كنات. الكنه دي بتخش جوه الحيطه. بتخش جوه العمود ازاي؟ ده عمود خرسانه وفي حديد. مش هعرف. فاذا مش هتعرف تركبه. او هتركبه بكنه في السوق بيسموها كنه لطش، بلاش اي كوب. يبقى ده تاني فايده للمحاكيه. تاني فايده للمحاكيه احيا جماليه. ده اسمه ايه؟ بر مش حلق. ده بر بيتحط كناحيه جماليه عشان يداري فيه شرخ عندي هنا. لو انا ما عنديش محاكيه مش هعرف اركب بره ده البر يا فندم بص طبعا اسمه البر مش هعرف بره ايه الف ده؟ اللي هو بابور بيبقى في الابواب وفي الشبابيك لازم بالواز ده اللي يدور ده لو مش موجود محاكيه مش هعرف اركبه اصلا انا بعمل فوم مسامير فوم مسامير ماشي لكن مش هون بس في النجار بص يا فندم
لا الحلق عمود الديك الشفاف. الحلق هو لو فتحنا الشباك اللي هو ده وده ده الحلق. الحلق ده لما يركب اللي فيه مفصلات بالظبط. الحلق ده بعد ما بيركب وبعد ما ممحر بيبقى فيه شرخ صريح ما بينه وبين المحار. فانا عايز ادليه ادليها من بره. هنروح التفصيل ان شاء الله من بره. الحيطه دي حته اوضه نوم ولا سفره ولا اوضه نوم؟ اوضه نوم عشان مرة اللي فاتت يا جماعه قلنا اماكن الطوب الاسمنتي المصري اول ثلاث صفوف اول ثلاث مدامين بقى خلاص اول ثلاث مدامين في الشقه كلها بالظبط ودي اللي بيدور الفتحه اللي مش فتحه واول متر في الحمامات والمطابخ. يبقى ده بالنسبه لي حمام دي حيطه مبنيه زي الكتاب ما بيقول. بالمناسبة الحيطة دي لما شوفها كده حضرتك ممكن تسأل السؤال ده، هي الحيطة دي 12 ولا 25؟ 12 دي 12 حد يقول 25؟ أو حد يعني يقول اللي مش عارف طبيعي بس حد 12 بعرف من نسبة 12 ولا 25. لو لقيت الحيطة كلها شناويات فاكر كلمة شناوي؟ 25 يبقى دي حيطة 12. لأن الحيطة اللي 12 بتبني ازاي؟ طول مرصوص بالشكل ده جنب بعض فوق بعض فوق بعض. عايز تخليها 25 تقوم جاي طوبه ووراها طوبه بالشكل ده. طب ما انت برضه شايف شناويات؟ لا طريقه البناء ال 25 المدماك اللي فوقيها لازم يكون كده. طيب اذا انت شفت شناوي وشفت ايه؟ هات تمام؟ شفت اثنين يبقى واحده 25، شفت واحده بس يبقى حيطه مالها 12. حيطه 12 مثاليه مفيش عرموز طالع فوق عرموز زي الكتاب ما بيقول. لو استشاري من اللي هو يعني نص نص شويه يعدي عليك يقول لك الله ينور وملاقي في الناحيه الثانيه في نفس الحيطه يلاقي الطوبه عندك بالشكل ده. ودي كلمتين. يعني نفس الحيطه بس دي ظهر بني ودي وش بني. ولازم ابقى عارف يعني ايه ظهر ووش. انا راجل صنايعي مسطريني في ايدي مروانتي جنبي وادي الحيطه اللي ببنيها بحط الطوبه وبظبطها. بظبطها يعني ايه؟ بظبط عرميسها قدام عينيا شايفها. عايزني اظبط لك عرميس من الناحيه الثانيه ادفع. احنا نسميه شغل قلب ايد. لو هاخد من متر هنا بقرش هاخده منك بقرشين لان انا هضطر الف ايدي واظبط العربيه في حته. الفكره مش ادفع، الفكره ليها فايده ولا مفيش؟ مالهاش فايده. دي بالنسبه لي حيطه مثاليه في المحاضره. بس مش هو الاستشاري هيتكلم طالما الاستشاري هيتكلم. اه في استشاري مش ما في استشاري كتير انا اشتغلت استشاري اول ما اشتغلت وما كنتش فاهم حاجه فنازل اللي في دماغي بقول مش اللي في دماغي اللي حفظته ده اليوم ده مش صح تمام. الفكره في ايه بقى؟ الحيطه ما تبقاش منوره. بس ما اشوفش الناحيه الثانيه. يعني تيجي تبص على ظهر الحيطه بالشكل ده اه الفراغات ما بين العرابيس كبيره شويه مش مشكله. بالظبط. لكن لو منوره لو شايف الناحيه الثانيه يبقى انا شغل غلط. ساعتها حقه يتكلم. دي ممتازه في المحاره. اه مراتك دي كويسه جدا في المحاره. طب انا مش فاهم يعني ليه تفرق من الناحيه والناحيه الثانيه لا؟ حضرتك وانا شغال انا واقف اهو برص الطوب ده فقدام عينيا كده بظبط العرابيس فبطلع لك بالشكل الجمالي اللي هو ده. الحيطه دي الناحيه الثانيه بقى اعمل ايه؟ لو عايز اظبط لك الناحيه الثانيه هضطر اعمل ايه؟ كل صف بحطه افضل اديه من ورا هو شغل اللي قال ايه بقى؟ افضل اظبط العرايس من ورا تاخد مني مجهود ووقت هتفرق يطلع شويه لا طبعا. هو انا الهدف ان انا اظبط العرايس مش بس شكل جمالي. اي شكل جمالي بس انا مش محتاج طبعا الناحيه الثانيه يبقى الشكل الجمالي بايظ لما اظبطش العرايس. وايه يعني؟ انا هحط طب كان يبقى الاول من ناحيتين مع ما خلي بالك لو انت ما ظبطتش عرموس من جهه يبقى الحيطه بتاعتك تبقى منوره. انت بتسد من الناحيه دي كويس قوي عشان ما تبقاش منوره. الناحيه الثانيه مش شرط تتسد تمام؟ متخيلها؟ دي حيطه طبعا قلنا السيئه عرموسين فوق بعض عرموسين فوق بعض فيها كل مشاكل المحاضره كل سوري كل المشاكل المغربيه. تيجي نبني بقى؟ لسه ما طيب جات لي لوحه بالشكل ده ابتدي احدد حضرتك هتتفق مع المقاول ولا مع الصناعي زي ما انت عايز. في ناس بتشتغل مع المقاولين والمقاولين دول بيجيبوا الاستاف من الصناعيه هم اللي بيقولوهم وانت تعاملك كله بيبقى مع الصناعي اه في القد بس بيبقى مع المقاول في الحسابات. في ناس ثانيه يقول لك انا اجيب صناعيه على طول يشتغلوا تمام. بتتحاسب بكام؟ في حساب بالمتر وفي حساب بالالف. في حساب بالمتر وفي حساب بالالف. سواء كان حاسبت بالمتر او بالالف يا ريت انت اللي هو اللي يشاور. يا ريت هو اللي يشاور. فاكر انت تشوين يعني ايه؟ تخزين الطوب. هو انت حضرتك خلاص احنا المحاضره اللي فاتت عرفنا كميه الطوب وكميه الاسمنت وكميه الرمل بداوا يجوا لك في الموقع بالشكل ده. عايزين بقى نطلعهم بقى نطلعهم فوق مين اللي يطلع؟ يا ريت هو. انت
له اللوحه اوقف معاه كده اقول له معيش لوحه يا معلم، بس هنا في عندي حيطه 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 حيطه، هو يكون بناء على الرسم. ما ينفعش اكون انا هشتغل في الحيطه دي وحضرتك تجيب لي الحيطه تجيب لي طوب عند الباشمهندسه كده مثلا تقول لي اشتغل اشتغل، انا عايز واحد يناولني. فبالتالي بدل ما كنت اخد منك المتر بقرش هاخده بقرش ونص عشان انا كده خسران. فاذا التشويل لي اسس مش اي حاجه وخلاص. ولما انا بقى بخليه هو يشاور بتامر عليه زياده. التشويل اول حاجه يبقى بالشكل ده. ايه الشكل ده؟ طبعا التشويل بيتم عن طريق الونش، يبقى طوب جنب الايه؟ جنب الكاميرا، جنب الحيطه اللي هتتبني بتاعتك انت اللي مليش فيه، بس اللي ليا فيه ان الطوب يكون مرصوص بالشكل. ان الطوب ده انا بدافع عنه. بقول لمين معلش؟ اللي هيشاور المقاول اللي انت بتتعامل معاه. لازم الطوب تحطه جنب الكاميرا بعيد، مش مشكلتي بتاعتك انت اصلا. انت اللي هتبني في الاخر، لكن انا يهمني انه يطلع مرصوص بالشكل. مهم جدا يكون مرصوص، لانه معنى انه ما ترصش هتلاقيه بالشكل ده في الارضيه، هتلاقيه بالشكل ده في الارضيه، كسر كتير، هالك كتير، انت اللي دافعها. تمام؟ يبقى اسس التشويل الطوب كله يكون مرصوص. ايه تاني؟ ما اجيش ابص الاقي الراجل اللي شاور حاط لي مقلتين رمل وجنبهم 5 6 طن وجنبهم 3 4000 طوبه في نفس الحته. يا سلام، ده حمل تقيل جدا على السقف. السقف بتاعك هيبقى عامل كده. رهيب، ديفليكشن رهيب. ليه؟ لا انت حضرتك بتطلع عربيتين رمل عشان تبني الفيلا كلها او الدور كله او الشقه كلها، كل اوضه حط فيها شويه رمل. وزع وزع اسمنتك، وزع على طوبك، لكن ما تجيش تطلع كله في نفس المكان. تمام؟ عشان كده التشوين رخم، هديه المقاول. لو حضرتك فكرت تشاور فاعرف ان اليوم ده انت هتاخد اجازه من شغلك كله، تقعد جنب الناس اللي بتشاور عشان تقول لهم الكلام ده. لان الصنايعي اللي جاي يشاور بس ملوش دعوه بكل الكلام ده. يطلع الرمل يلف ويرمي، يطلع الرمل يلف ويرمي، يطلع الطوب يلف ويرمي. مش عايز يمشي جوه الشقه يقعد بس، هيقول لك مش شغلتي. انا طلعت لك الحاجه، تقول لي بقى رصان في مكان، هات واحد تاني يرص. تمام؟ شاورنا تشوف طوب ورمل واسنان. عندنا النهارده اول يوم شغل اللي هو يوم ايه؟ يوم القد. القد. تمام؟ تجيب اللوحه وتجيب الصنايعي معاك وتبتدي الصنايعي يخمر بنته. يمونة مكونات ايه؟ رمل اسمنت ورمل ومية. يهز ايه؟ المفروض يهز الرمل بس. يهز الرمل بالمهز، شفنا شكلها؟ الرمل الكبير او مش الرمل بقى، الزلط الكبير بيقف فوق. والرمل العيار اللي انا هشتغل بيه اللي هو بيكون من ملي لملي ونص ينزل. واخده اشتغل. الكتل الكبيره بتتحط على الرمل. كده انا هزيت الرمل، وبعدين حط عليه الاسمنت المناسب ليه. شوف انت شغال كام الف طوب. المهزه دي كذا مهاز صح؟ لا في الـ في الـ في الشغل بتاعنا اللي هو الاعتباري بتاعنا ده بيكون تقريبا الفتحه من 2 ل 3 متر. يبتدي يخمر شغله على الناشف. يعني ايه؟ يقلب الاسمنت على الرمل كويس قوي على الناشف. عشان كده مش عارف يهزوه مع بعض. عشان كده هو الصنايعي بقى يقول لك بدل ما انا احط الرمل واهزه لوحده واجي بعد كده اجيب اسمنت وبعد كده اخلطهم على بعض، لا انا محطط الاسمنت على الرمل واهزهم مع بعض وهم كده اتخلطوا. انا ما عنديش مشكله بس هو بتيجي لتحت. تمام؟ بدا يعمل جوه دي الدايره دي كده وابتدي يحط ميه في وسطها بالشكل ده. المره اللي فاتت لما جبنا سيره ال 45 دقيقه بتوع زمن الشكل الابتدائي هم الصوره باينه قدامي. الاسمنت اللي قدام عين حضرتك ده ما طلعوش ميه لسه. ده ممكن يقعد ساعه مش مشكله. لكن الشويه اللي بيخلطوا قدام عينيه دول هم دول اللي فيهم مشكله. تمام؟ دول اللي ما بيقعدوش اكتر من ساعه، لو قعدوا مونه مقتوله. ما ينفعش اشتغل. تمام؟ طيب كده مونة الصنايعي جاهزة. أروانته جنبه، مسطرينه في إيديه، يلا يا معلم عشان إيه؟ نهد. إيه اللي هيحصل بقى؟ عشان أهد قلنا لازم يكون في لوحة في إيديا أو في على الأقل في خيالي أنا عارف أنا هبني. هتخيل مع بعض كده إن أنا هبني الحيطة دي. الحيطة دي إشمعنى اخترت دي؟ عشان الحيطة دي على وجه. يعني في الحالة بتاعتي هنا مش على وجه، ببص على الحمام، بس أنا بتخيل معاك، ببتدي دايماً من الحيطان اللي على الوجه. الحيطان اللي على الوجه. ادي السقف وادي كاميرا ساقطه على الوجه. المفروض ان انا هبني حيطه هنا. وادي الارض. تبني ازاي؟ اول حاجه بنعملها اول حاجه بقى كده انت شايف كده. اول حاجه بعملها بقوم جايب هنا ايه؟ ميزان ميزان الخيط. عصفوره وادي الخيط وادي التقل تحت. ويجي المساعد او الصنايعي المساعد الصنايعي يجي يقف هنا كده يمسك هنا العصفوره يوزن الكاميرا بتاعتي من جوه وهو بيوزن التقل نازل تحت كده. اول ما التقل يستقر ويثبت ببتدي اقوم جايب اول طوبه عندي وثبتها في المكان. تاني بص
بصوا مع بعض كده الراجل ده بيعمل ايه. في كاميرا فوق عندي بروح على بدايه الحيطه يعني فين يعني حته عشان اهم الحيطه دي باجي هنا وبيطلع المساعد اللي معايا على برميل وبينزل لي بوزنه راسيه من الكاميرا اللي فوق تحت. اعمل انا ايه بقى ساعتها؟ اقوم جايب الطوبه بتاعتي واحطها فوق اول طبقه مونه يعني في مونه محطوطه قبل الطوب. تعالى بقى كده انت من شويه قلت لنا لو حطينا المونه على رمل مش هتمسك صح؟ اذا الصنايعي لازم يعمل شويه حاجات ممكن ما يعملهاش لو انت ما خدتش بالك منها. لازم يعمل ايه؟ ينضف الارض كويس جدا. المسطرين اللي في ايديه يفضل يشيل الرمل يشيل والرمل ممكن ما يروحش فعشان كده لازم ارش ميه. فين؟ في المكان اللي هنبني فيه. في المكان اللي هنبني فيه. رش الميه ليه فايدتين او وظيفتين. اول حاجه نضفت السطح وما عادش فيه رمل. الاهم بالنسبه لي الخرسانه دي ما شربتش ميه بقالها قد ايه؟ بقالها كتير؟ اسبوع اسبوعين سنه الله اعلم. اول ما تحط عليها المونه الاسمنتيه ميه المونه هتفقد عن طريق الخرسانه. البلد كده الخرسانه هتشرب ميه المونه. فالمونه بتاعتك دي هتفرد. المفروض المونه الميه تفضل معاها لغايه فتره معينه عشان تحصل تماسك. لا الميه فقد معاها. فاذا المونه بقت برضه مونه ايه؟ مونه مقتوله، مونه بقت ضعيفه. يبقى اول حاجه بعملها بنضف السطح في مكان الحيطه عشان المسطرين كده يفضل ينضف يقدر ويرش شويه ميه. تمام؟ بعد كده بيطلع المساعد بتاعه عند بدايه الحيطه من ناحيتي بينزل بوزنه راسيه من فوق بينزل الخيط يظبط الميزان بتاعه على اول طوبه. اول طوبه هتركب ليه؟ اول طوبه بالشكل ده هنا تمام؟ الميزان نازل اهو هتتقل بوزن من هنا معلش خليه يوزن من هنا كمان. ان هو الصنايعي ممكن يوزن من هنا والطوبه تبقى عامله كده موزونه من هنا بس بص اتجاهها عامل ازاي؟ لا بوزن من هنا ومن هنا في بدايه الحيطه. واقوم رايح في نهايه الحيطه الناحيه الثانيه واعمل نفس العمل. يبقى انا هاجي ابص في الاخر الاقي الحيطه بتاعتي بدايتها طوبه اهي بالشكل ده ونهايتها طوبه بالشكل ده. في طوبه اهي ايه اللي بيحصل بعد كده؟ انت رشش ميه عليها كلها تمام؟ خيط مش احنا قلنا من ضمن عده الصنايعي خيط بيبقى معاه خيط بالشكل ده بس طبعا مش انا هنا بس خدت خيط الايه؟ الزاد هو معاه خيط اصلا يقوم جاي بص الخيط حاطه ازاي؟ على السلم من فوق من هنا ومن هنا بيجي بعد كده يقوم حاطط مونه ويبقى المباني بتاعتك بالشكل. طب المباني بتاعتك دي هتحطها فين؟ تحطها كده ولا تكون واخده الخيط ورايحه بره كده؟ على وش الخيط بالظبط. ما هي فيها ازاي؟ مش دي جنبيها حيطه دي جنبيها حيطه كده يعني واحده مطوبه لا هو مش بيعملها زي ما انا عملتها كده انا بستسهل. هو بيعملها اوريها لحضرتك في الصوره هتيجي في الصوره. هو الخيط بتاعه مرسوم على حته حديده سيخ كده يجي وعامل كده ومغرزه تحت الطوبه من هنا ويغرزها تحت الطوبه من هنا اوريها لك في الصوره. تمام؟ بمشاهده الخيط وتيجي كيف الاخر خالص مثلا زي الحاله دي انا حطيت طوبه اهي تمام؟ تحتيها مونه جيت احط الطوبه دي ما لقيتهاش طوبه لقيتها جزء من الطوبه هعمل ايه؟ كسر 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 مش مشكله بعد نزول استشاره مش مشكله خالص انا هعمل له ايه؟ الطوبه مش جايبه الابعاد الموضوع مش جايبه على ابعاد الحيط طبيعي عشان كده المره اللي فاتت كنت بقول لحضرتك ايه؟ الطوب في هالي كتير بيوصل ل 20% ولا ممكن اشيل الطوبه اللي هي الاخيره دي وبعد كده احط الطوبه عليها يعني طوبه عاديه انت هتيجي المره اللي بعديها هتلاقي الكسر هنا بقى سليم والسليم هنا بقى كسر مش انت فاكر مش احنا قلنا اول طوبه هنا سليم وشويه في نص طوبه تمام يبقى اللي بيحصل زي ما قلت لحضراتكم ادي صنايعي منزل وزنه من فوق اول ما تلاقي التقل ده تحت كده ثبت خلاص في مكانه بيلف لفه بسيطه ابتدي اثبت الطوبه دي ثبتها بمونة اسمنتيه اول طوبه من هنا واخر طوبه من هناك وبشد خطه واضحه الفكره؟ طيب افرض الكاميرا بتاعتي دي مش موجوده الراجل اللي هيطلع عند البيت ده هيوزن منين؟ يجيب الخط في عرض الطوبة بالظبط. اوزن منين؟ طوبة لبره. لازم الاقي حاجة من فوق اوزن عليها. انسى ان اطلع من تحت لفوق كده على خشب يعني بيسموها كده على مشابي اطلع كده مش عارف انا طالع فين. عشان كده في نوع من انواع المباني في مصر اللي هو النظام البلدي اللي هو يقول لك ابني الاول بعد كده صب. طبعا ماشي في كل حاجة. تمام؟ لا انا باخد الوزنة من فوق بنزل بيها فلو في عندي كاميرا هنا بنزل بالكاميرا. ما عنديش كاميرا عندي مرات خرسانه بالشكل ده بنزل بالمرات من بره بالوزنه بتاعتي وبقوم حاطط الطوبه بالشكل ده. طب ما هتنزل برضه على مرات الخرسانه. يا فندم؟ هتنزل من على بره برضه. اه بره برضه. طب ما انا ممكن ابني من اول اللي بره وخلاص. هتمشي على الخرسانه من تحت؟ ما تعتمدش على شغل حد. مش فاهم الخرسانه بايظه. مش فاهم الخرسانه ازاي؟ ممكن تبقى فوق بايظه. ماشي ما انا هوزنهم على بعض لان في مشاكل. هتطلع فوق تظبط ازاي؟ ممكن تطلع باين. انا هحترم فوق وانزل بيه تحت مظبوط ولو عندي غلطه في الخرسانه من تحت مش مشكله.
ممكن يبقى لون فيه نص طوبه مثلا طوبه طالعه بره شويه. تمام طالعه شويه قد ايه؟ انت عندك محارتك بتوصل ل 3 سم. لو طالعه نص ولا سنتي مقبوله، ممكن تعمل بريه في المحاره. طالعه بقى 3 4 5 سم لا دي مشكله ساعتها. هتحاول دايما تبني المباني بتاعتك اللي تبنيها تبقى تديك اقل سمك محاره. معلش انا مش فاهم ازاي تظبطها على الحيطه لو مفيش كاميرا. لو مفيش كاميرا انا بتكلم في حيطه خارجيه. حيطه على وجهك، بص وجهك ده كده خلاص، ده بره ده الهواء ده الشارع. فاذا البلاطه بتاعتي اخرها اهي صح؟ معلش يا باشمهندس، هو المفروض ان جميع الحوارات الخارجيه تكون بره. لا بس انا عايز، انا بتكلم في فكره ان انا عايز اظبط جوه. فجوه دي لو انا هبني الحيطه جوه، لكن الخارجيه بعملها كمان بره من بره. تمام، وايه المشكله ان انا افرض الاثنين يطلعوا مظبوطين؟ فاذا من جوه بالنسبه لي انا في شقتي ده الاساس. كلام حضرتك مظبوط، لو عايز تطلع بواجهه كامله في عماره كامله احنا بنشد خيط مره واحده من بره كله حته واحده. المهم لازم يكون في كاميرا او لازم يكون في حاجه امشي عليها، ما اطلعش كده خالص. تمام؟ طيب طب لو حيطه داخليه ما تحت مش لا حيطه داخليه هي حاله ثانيه وهي لك حاجه. ما فيهاش كاميرا. ما فيهاش كاميرا، هي حاله وهي لك طيب اللي بيحصل بعد كده تبتدي الصنايعي بقى يدي الشغل بتاعه، او مثلا حاله ثانيه خالص اهو بنزل برضه بالميزان من هنا واظبط العصب التقل وابتدي احط الطوبه بتاعتي اهي بناء على التقل. انا عندي الخيط مشدود اهو، ابتدي الصنايعي يدي طوبه ورا طوبه ورا طوبه جنب بعض، في هنا اسمنتيه في الاول اهو والميه باينه في الارض. تمام لازم ينضف الارض كويس قوي ويفرش ايه او يرش شويه ميه مش هكذا برضه. سكان في لون اي لون عندي سكان بيكون صعب. والارض على حسب، لو الارض مستويه خدها سنتي، لو الارض عاليه في حته واطيه في حته بتمشي على المينيموم سنتي والباقي بقى الواطي ممكن يزيد شويه. هي الطوبه اللي تحت دي مش لازقه في العمود في الفراغ؟ لا لا، ما هي بص حضرتك بقى شايف ده؟ شايف ده؟ شايف السيخ ده؟ وادي بكره الخيط اهي، بكره الخيط اهي اللي هي دي، وادي اللي هي وادي السيخ اهو. هو عمل ايه؟ شد الخيط وراح دخلها في الفراغ ده، الفراغ الصغير. على فكره الفراغ ده كله مود، ما عنديش مشكلة، أنا أول ما أخلص الخيط ومشده هيكون ماسكة كويس جدا. ده شكل الخيط بتاعي، برضه هتلاقيه عندك باين هنا. مشيته على إمتى كده مثلا؟ هو كل سفة بقى كل سفة لازم يشد السيخ أهو. السيخ أهو والبقرة هنا في الحتة دي. واخد الخيط كده أهو شده. هو المفروض كل متنكة شد الخيط، ده المفروض. بس هتلاقي الصناعية بياخدوه مثلا كل ثلاثة. بس ياخدوا كل ثلاثة على المين، يعني أنا بعد هنا وانا شغال ببني من هناك التاني التالت ما بكملش ببني الحته دي بس وبشيل الخيط من هنا لغايه تحت. اه فاهمني؟ المفروض ياخد كله مره. طيب كده انت اديت الشغل، بنيت اول مبنى. الخطوه اللي بعد كده هبتدي اعد المبنى، الحيطه اللي قدامي او العمديه عليا. لو هتقد الحيطه دي زاويه قايمه تحطها على الحيطه اللي اتبنت تديك اتجاه الحيطه دي. لو هتقد الحيطه اللي هناك بالتربيع هو قايل لك في اللوحه ان الحيطه دي او الاوضه دي مثلا 63 في 63 مش انا اديت الطوبه دي او اديت الحيطه دي باخد منها مقاس 63 هناك واخد منها مقاس 63 هناك شد خط ده هو اديت يعني يعني اديت هو البنى بس حاجه بسيطه تمام اداك واحد او من مكان او ثلاثه تمام ادي القد بتاعي في الارض بالشكل ده. طبعا وانا بقد الحوائط لازم يكون في عندي فراغات لباب. الباب بتاعي ده هقده ازاي؟ حضرتك وانت بتقد الباب اعمل حساب خلوص. الخلوص ده بتسيبه في المباني. خلوص المباني في او خلوص الابواب في المباني ما بتقلش عن 3 سم. 4 سم، بناخده 2 سم من كل جهه. يعني ايه؟ يعني انا ببني الحيطه هنا كده وهنا قايل ان الفتحه دي 90، فتحه الباب 90. احنا عندنا فتحات الابواب المتعارف عليها متر 90 80، متر باب شقه 90، ابواب داخليه 80 باب حمام. حضرتك لما تيجي تبنيها المتر دي خليها متر و3 متر و4، زودها شويه. عشان انا كنجار لما اجي اركب الحلق بتاعي يبقى مسؤول. ما اجيش اجيب انا حلق متر في فتحه متر مش هيخش في بعض. عشان كده بنسيب خلوص. تمام؟ وانا ببني لازم اسيب خلوص في كل فتحات. المحاره برضه صح؟ في ايه؟ عشان المحاره لا مش عشان المحاره، عشان الحلق، انا بركب الحلق قبل المحاره. تمام؟ مش كله بس يعني هو ده الصح. يعني هو الصح، يعني باشمهندس كان بيتكلم دلوقتي في تثبيت الحلق، انا بركب بفوق وبركب بمسامير، ماشي بس مش اقوى من الكان، الكان اقوى طبعا بس بتدغدغ الدنيا، ما هو بتدغدغ الدنيا دي بس هي الصح، عشان كده انا بركبها قبل المحار، بدغدغ براحتي ومحار بعد. معلش بسيب خلوص سنتي ونص 2 سنتي على كل جهه. كل جهه. بالظبط. ها؟
حتى على فكره في ابواب جاهزه بتتباع في السوق اللي هي البي بي سي، دايما تلاقي الراجل يقول لك ايه الفتحه ب 80 الباشمهندس اجاها اللي هي عندك 82 82 الراجل يجي يقول لك كده مش عايز يجي يشوفها تمرين خالص. تمام؟ بعد المحاره بقى كمان ممكن تكييف بس اسهل من كده وده التمرين بالظبط ممكن ماشي بس انا مش عايز اعملها. لا اقصد يعني الحاجه اسوء. هي الفكره في الخلوص كمان مش مجرد ان انا اجيب حد اركبه بسهوله، الفكره ان انا بدي مساحه من الغلط للصناعي. افرض الصناعي طلع مثلا خلف منه في نص سنتي كده او مشي او في سنتي، انا بدي خلوص انا بركب الحاجه برضه ما كسرش. ادي زي ما بقول لحضرتك اهو، ادي القد بتاعي مكتوب اول ما اتاك في المباني قدامك القد وتحديد اماكن الغرف والتبه بحضور المهندس. لازم المهندس او المشرف او الراجل المسؤول عن المكان هو اللي يكون هو مساحه. احنا كده جبنا ست المشرف او المهندس في حاجتين لغايه دلوقتي، في الشرم وفي قد المباني. تمام؟ بس ممكن نص التركيب شويه. بعد ما ادينا الشغل يجي بقى الاكبر منك في المكان يستلم منك، اكبر منك في المكان ده ممكن يكون مهندس، ممكن يكون استشاري، ممكن يكون صاحب البيت، اي حد عايز يجي يستلم اهلا وسهلا. هيجي يستلم ايه؟ هيستلم مقاسات تمام؟ ويستلم زاويه، طبعا لو عميل مش هيستلم مقاسات هو بعينيه كده هيحدد يقول لك اه لا الاوضه دي كبيره لا صغيره، لا الحمام ده كبير لا صغير، يبتدي يستلم القد اللي تم كله هندسيا. وفي بقى استشاري هيستلم منك مش مقاسات بس، مقاسات وتربيع وايه؟ وزاويه لازم تبقى حواطي عموديه على بعض. تمام؟ طيب الزاويه احنا ما قلناش عليها. لو حضرتك انا اديت الحيطه دي حط زاويه، ضلع الزاويه ده هيسلم على الحيطه اللي انت اديتها هيديك اتجاه الحيطه. تمام؟ حتى لو عاملين صف واحد بس؟ هو انا بعملها على صف واحد بس. بس هو الزاويه برضه مش يعني مش عمليه قوي يعني. من ناحيه كطولها مش طويل قوي غير كده ممكن تحطها على حاجه يعني طوبه مثلا ممكن احط طوبه هي الواحده بس مالت مني سنه. تمام كلامك صح. لو انا اديت الحيطه دي من هنا والحيطه اللي هناك اديتها من هناك هتشد خط بينهم خلاص. غير ان الصناعي بقى الواعي الحته دي لان في صناعيه كتير يقول لك الزاويه الحديد ما بشيلهاش يا باشمهندس بتمسك بيها بالمترو او الكلام ده بيزوا بطريقه ثانيه هندسيه بس هي بالنسبه لهم طريقه حافظينها. فاكر نظريه في ساوس؟ خلص مثلث بالشكل ده مش كان ده تربيع زي ده تربيع بيساوي ده تحت الجذب. هو الصنايعي حافظها، هو ملوش دعوه بالتربيع والكلام ده، هو حافظ 3 4 5 حافظ 6 8 10. يعني ايه؟ يعني انا عايز اتاكد ان الزاويه مظبوطه، امسك المتر بتاعي من هنا على الحيطه دي واعلم علامه 3 متر 30 سنتي 300 سنتي اي رقم 3 وجنبيه عدد الاصفار اللي انت عايزه. تمام؟ وهنا امسك اقيس 4 متر واحط نفس الاصفار اللي هنا هي اللي هنا. يبقى انت علمت هنا مثلا 3 متر علامها اهي، علمت من هنا 4 متر علامها اهي، هتمسك المتر بتاعك من هنا لهنا تطلع 5 متر بالمللي، يبقى انت كده زاويتك مظبوطه بالظبط. تمام؟ عايز مجال اوسع شويه خدها 6 8 10 6 في ضلع 8 في ضلع تديك القطر 10. تمام؟ الاستشاري او المهندس بيستلم تربيع وزوايا وايه تاني؟ هو التربيع هو الزوايا هو القد؟ لا التربيع غير الزوايا. التربية زي ما قلنا اخد المسافة من هنا لهنا تطلع اكبر طول ما انا ماشي متساوي طول ما انا ماشي شكل متوازي الاضلاع فاكره؟ اللي هو كده ده بالنسبة لي متربع. ايوه بس ليه؟ لان المسافة دي هي دي لكن مش من الزاوية مش مسؤول. الزاوية تديك تربيع، التربيع مش شرط يديك زاوية. تمام؟ او بص حضرتك البتاع اهي الخيط والسيخ يثبتها بالشكل ده بيجي كده بيحط المدماك ويدخلها كده بص دخلها فين في الحته دي كده هنا كتيره. تمام ويقوم شاد بقى الخيط بتاعه بالشكل هنا كتيره شويه في الحته دي في بعض الاوقات من بره بيكحل على النص مثلا بيشيل الزيادات المفروض انه ايه ده عايز شويه طريقه بالظبط هو كده بنى الحته دي وبيحط زاويه عشان يبني الحته دي بالظبط هو لازم في حاجه قدام الناحيه الثانيه هو عايز يبني الحته اللي هناك فهيقد بالتربيع التربية اللي هناك اتفضلي في حاجه هو مش الطوب لازم مترش او حاجه زي كده بص حضرتك كلامك مظبوط لا ثواني رش الطوب في الاول هندسيا موجود في الكتب عمليا مش هتلاقيه خالص حتى في الاستشاري الطوب الطفلي ده لما بيجي عليه ميه بيبهدل يجي الاستشاري يقول لك ادي الصنايعي الجوانتيات اصرف له جلافزات وهو يحط يلبسها محدش بيعمل كده محدش بيعمل كده عشان كده بهتم قوي بعد ما اخلص مباني برش الطوب برش المباني ان الطوب لازم يشرب ميه فيشربها في الاخر مش في الاول. تمام؟ طيب باشمهندس كان لسه بيتكلم دلوقتي افرض عندك حته في نص عندك حته في نص الغرفه اعمل ايه ساعتها؟ عندك حته في نص غرفه نعمل ايه؟
فهي متربعه ان هو قاعد من هنا لغايه هنا مثلا 3 متر. خدت 3 متر من هنا 3 متر من هنا وشديت الخيط. طب اطلع فوق على ايه؟ ايه اللي هيساعدني ان اطلع فوق؟ مفيش كاميرا فوق. قيس فوق برضو؟ بالظبط. لازم الاقي لنفسي حاجه فوق انزل بيها لتحت. ايه دي؟ سواعي، ساعي، خيط بالشكل ده. بنزل بيه من فوق لتحت عشان ابدا ابني عليه. الساعي ده بدقه ازاي ولا بجيبه ازاي؟ ده عباره عن خيط باجي في المكان اللي هنشوف نحدده ازاي، بدق مسمار صلب في السقف، اشد الخيط عليه وانزل بيه تحت خالص. انا دلوقتي بتكلم فيه يا جماعه؟ بتكلم في حيطه جايه لي عند الباشمهندسه كده في الحته كده للباشمهندس ده. حيطه كده. الحيطه دي مفيش كاميرا من فوق، هو هيوزن على ايه؟ لازم الاقي لنفسي حاجه تساعدني عشان اطلع راسي. ايه الحاجه دي؟ خيط. الخيط ده اسمه ايه؟ ساعي. بيدق ازاي؟ مش انا قلت لحضرتك ان التربيع بتاعي من تحت مثلا كان 3 متر؟ بنيت الحيطه دي؟ بنيتها. خلصتها؟ خلصتها. تعالى بقى خد من فوق، من فوق خد برضه 3 متر. وخد من فوق هنا 3 متر. طب هنا لسه ما بنيتش الحيطه. معلم علامه على ايه؟ على السقف. على السلم. بالظبط. يبقى انت كده ربعت من تحت وربعت من فوق. تاني. ادي حيطه قائمه وخلاص انت بنيتها. المفروض انا عايز ابني حيطه هنا موازيه. باجي من تحت خالص كده باخد المقاس اللي هو مدولي في اللوحه وليكن 3 متر. بروح حاطط هنا الطوبه دي. عايز اطلع بيها راس لفوق وابقى متاكد انها راسيه. اعمل ايه؟ خد من فوق من هنا 3 متر برضه. وابتدي تدق مسمار فوق. لا استنى ما تدقش. انا خدت 3 متر تمام؟ وكمل. قبل ما تدق مسمار حط ميزان الخيط هنا. حط العصفوره هنا وانزل بالدقه لتحت. هتقارنها بال 3 متر انت خدتها؟ حط العصفور على السقف. حط العصفور على السقف. الحته دي على العلم اللي انت عايز تعمله. لا حلو. الحته دي احطها على العلم اللي فوق. تمام؟ الحته دي كده. دي كده تحطها على مكان المسمار بالظبط. تمام؟ يبقى اللي بيحصل كالتالي. بربع من تحت وربع من فوق وما اقولش امين. ده انا لسه ما خلصتش. ممكن جدا الحته دي تبقى عامله ازاي؟ تبقى جايه جميل كده. تبقى جايه كده. حضرتك ربعت من تحت ثلاثه، جيت تربع من فوق ثلاثه جت لك هنا. جيت توصل ما بينهم جات لك حيطه بالشكل ده. حيطه موازيه للحيطه اللي قبلها. مش متخيل احنا باصين ازاي معلش. طب احنا ليه ما قلناش الحيطه الاولانيه؟ انا مش فاكر بلان. اول حيطه عملناها اللي هي بره على بره. تبقى ازاي مظبوطه يعني ماشيه مين؟ ازاي مظبوطه بان هو طالع على الكاميرا بيوزن هو شغال بالكاميرا او بيشد الخطاب برضه بتساعده. هو شغال طول ما هو شغال. الخطاب بتاعته بتساعده او بيشد او بيوزن تاني وهو شغال. او ممكن يشد خيط راس. يشد خيط راس على طول بيساعده اكتر. تمام؟ هندسه. مش فاهم بسيطه مش فاهم. انا عايز ابني الحيطه دي. بنيتها خلاص كان عندي بره كاميرا ساعدتني وطلعت عليها. عايز ابني بقى الحيطه. عايز ابني بقى الحيطه اللي هي جايه دي. تمام. تمام؟ فانا لما برسم دلوقتي برسم الحيطه اللي رسمتها الرأس دي اللي هي الحيطه دي. تمام؟ تمام. اقطع لو انا قطعت كده وبص شايف الحيطه هنا. تمام. شايف الحيطه هنا. الحيطه الجديده دي لما اجي اعملها بعمل ايه؟ بربع من الحيطه القديمه من تحت وبربع من فوق وقبل ما ادق مسمار في السقف لا بعمل ايه؟ بنزل بميزان الخيط لتحت بتاكد انه راسي تمام. طلع راسي تمام دق مسمار وشد خيط واسحبه ونزله لغايه تحت خالص اللي هو الساعي بالشكل ده. ادي صنايعي ده ساعي اهو او سوري او خيط اهو خيط اهو خيط اهو طالع على الحيطه دي بالشكل ده. مسمار صلب بيدق في السقف فوق خالص وبنزل بالخيط لتحت. طب بحط الخيط على قد ايه على قد ايه؟ على حسب الغرفه اللي انت بتعملها او الحيطه اللي انت بتعملها. الحيطه كبيره مثلا 10 متر. انت قصدك في الحيطه الواحده بعمل كم ساعي؟ كان ساعي بياخدوها كل متر كل 2 متر في الرينج ده. كل 2 متر. تمام؟ وزي ما بقول لك في صناعيه بياخدوها قطري من اول للاخر. هو برضه في الاخر لو هي قلبت هتبقى واخده الخيط ورايحه كده. هو ممكن تقلب هناك الحته اللي فيها. عشان كده بياخدوا قطري. هو لا بتقلب ناحيه ثانيه. اي ناحيه ثانيه؟ العكس. ما هو القطر ده بينقله بيفضل ينقل فيه طول ما هو شغال مش بياخده مره واحده برضه. بينقله طول ما هو شغال. طيب معلش لو هو طلع بقى مش فوق بعض. تمام لو هو جه هنا ولقى ال 3 متر اللي هنا دي لما جه خد ميزان راسي ما طلعش فوقي احترم ساعتها الميزان. هو معنى لو ما طلعش فوقي يبقى الحته دي مالها؟ فيها مشكله ما بحترمهاش ما بنيش شغل على حد غلط. باجي اقول الغلط كفايه كده وابتدي انا صح ودي ابقى اعالجها بعد كده بقى. اعالجها بقى في المحاضره. هناخد على اللي تحت ولا اللي فوق؟ على اللي تحت طبعا.
انت قادم تحت مظبوط، بس الصناعي لما جايبني طلع كده طلع كده. طيب الحدود قد ايه يا شمس؟ يعني اقصد انت بتقول انا هعمل بعد كده هنا، يعني هربع او هزوي هنا يعني بالنسبه للجزء اللي هو هنا. طب ما انت ممكن برضه يبقى ايه مقدار الخطا اللي انا اقدر اتخطاه؟ انا بقول لك مقدار الخطا اللي انت ممكن تتغاضى عنه لغايه سنتي سنتي ونص، اكتر من كده ما ينفعش. لان انت السنتي سنتي ونص ده هيدي لك في المحاره، لكن اقل من اكتر من كده مش هيدي لك في المحاره. تمام؟ طيب يبقى انا كده اديت وبدات اطلع مبنيا بدماغ فوق مدماغ فوق مدماغ فوق مدماغ. هيجي الصناعي يحتك بيا تاني امتى؟ عند منسوب الجلسات. يقول لي يا باشمهندس هو الجلسه بتاعتي منسوبها كام؟ اقول له جلستك منسوبها متر من التشطيب، اوعى تقرا من الغلطه دي. من الشرب. من الشرب. تمام؟ انت في شرب؟ نسب كل شغلك. تمام؟ لان انت لو قلت له متر من التشطيب هيقول لك حاضر يا باشمهندس التشطيب عندك 10 سم يبقى خدها متر 10، بس هياخدها في الحته دي. هيروح هناك ياخد متر 10 برضه هتلاقي في مشكله في الارض. يبقى انا بنسب شغلي للشرب. تمام؟ جلستي متر 80 90، احنا الجلسات عندنا في السوق متعارف عليها انها بتكون في الغرف كلها متر من التشطيب. في الريسبشن ممكن متر وممكن 90 من التشطيب. في الحمامات متر 40 متر 50. في المطابخ متر 20. وفي الاخر هي اختياريه على حسب برضه ايه الفيو اللي بره. في الريسبشنات ساعات بناخد واجهه او بناخد الجلسه 30 سم بس. بحيث ابقى قاعد في الريسبشن شايف المينا قدامي، شايف بول قدامي، حمام سباحه. تمام؟ فهي في الاخر ايه؟ عمليه ليها علاقه بالمكان، بس المتعارف عليه زي ما قلت لحضرتك. في الغرف متر، في الحمامات بتكون متر 30 متر 40 متر 50 عشان الستره، تمام؟ في المطبخ ما تقلش عن متر 20. تمام؟ طيب اديت له منسوب الجلسه للشغل، فضل طالع 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 وصل لغايه الجلسه، سالني عليه وظبطني. بعد كده طالما عندي جلسه يبقى عندي كام فتحه، ابتدي يطلع بالكتف اليمين والكتف الشمال، يفضل يطلع بيهم يطلع بيهم يطلع بيهم، جاب يسالني تاني. السؤال التاني هو منسوب العتبة قد ايه؟ او ارتفاع الشباك قد ايه؟ منسوب التعتيب، المنسوب اللي بنجيب عتبة ونركبها فيه متعارف عليه في السوق 2 متر 20 من التشطيب. يعني من الشاب اطلع قد ايه؟ متر 20. تمام؟ احنا واخدين شربنا متر منين؟ من التشطيب. تمام؟ جينا عند منسوب التعتيب، راح جه هو والصنايعي اللي معاه والمساعد مسكوا عتبة ورفعوها وحطوها في مكانها لو كانت عتبة صغيرة. بعد ما ركب العتبة بيعمل ايه؟ يبني فوقيه منسوب التعتيب، بيسموها في المرحلة أو بيسموها في الحتة دي مرحلة التخديم. بيخدم بقى العتبة، بيبني طوبة فوق طوبة فوق طوبة فوق طوبة لغاية لما يخلص خالص ويقف فين؟ في السقف. قبل ما ينزل من على السقالة بيعمل ايه؟ تشحيط. ما تنساش يعمل مرحلة التشحيط. تمام؟ في مشكلة كده لغاية دلوقتي؟ منسوب العتب الشبابيك اي عتب في الشقه المفروض بيمشي كله على منسوب واحد الا اذا كان عندي فتح منسوب موجود في الارض. مقصود كام ورشه؟ كل العتب واحد، الاختلاف في الشبابيك في الجلس. الجلس يعني حضرتك لو بصيت على واجهه هتلاقي الواجهه بالشكل ده. كل منسوب واحد من فوق. من فوق ادي شباك ادي شباك ادي شباك. شايف العمال عندي؟ ممكن دي تنزل شويه كده. كل جلسه ليها منسوب، لكن من فوق كلهم ماشيين نفس الباص. كام من الشرب؟ 2 متر 20 في الشرب. 22 من التشطيب. طب ما هي مش متر دي. فين؟ دي ال الجلسه يا فندم. الجلسه هي اللي بتاعها. اللي هو الشباك ذات نفسه هتلاقيه متر 20. اه. انت عندك متر ومتر 20 بقى 22. العدد ده متر 20 من الشرب؟ متر 20، العتبة يا فندم على منسوب متر 20 من الشرب. ويا ريت واحنا بنركب العتبة اهتم انا اجيب. اهتم بحاجتين، اهتم انها تبقى افقيه وده بيتم عن طريق ميزان ميه، معهوش ميزان ميه، هو اوريدي لو هو واخد شرب هنا وشرب هنا هياخد من هنا متر 20 ومن هنا متر 20 هيبقى ضامن انها افقيه، تمام؟ وهو بيثبتها يثبتها كويس ما يبقاش داخله جوه الحيطه او داخل جزء منها جوه الحيطه، لازم تتثبت كويس، تمام؟ حضرتك بتقول بقى معلش العرض الشباك بقى قد ايه؟ بقى اختياري بقى طبيعي انه متر 20. ده المنتشر، ممكن تزيد ممكن تقل على حسب مساحه الغرفه. هو متر 20 من الشرب او من التشطيب بيبقى 22. يعني انا كراجل اللي حشطت انا اللي حشطت مثلا كده، فانا اللي حشطت برضه ارمتال وخشب او كده. تمام. انا اسيب له فتحه دي في الاوضه. لا هو مش انت اللي بتعملها ولا انا، المفروض الراجل اللي عامل الواجهه هو اللي يعملها، هو اللي يقول لي عليه. بس لو انت بتبني انت بقى انت الواجهه ليها علاقه زي ما بقول لك بمساحه الغرفه. الغرفه دي كبيره فمحتاجه شبابيك كتيره عشان تدخلي او مساحه هواء تخش لي، مساحه تهويه ومساحه النهار تخش لي. بس انا بقول لك المتعارف عليه في اوضه النوم بتكون متر 20 في متر 20.
شبابيك تمام؟ لو هو شباك متر 20 ارتفاع في متر 20 عمق. ماشي، هحس متر 20 2 متر 20 دي مش يعني حاسه كبيره قوي. اه يعني ايه اللي كبير؟ واحده واحده. هي متر 20 مش متر 20 من الشارع. هو الشارع كان على منسوب كام متر؟ متر. يعني انا لو جبت لحضرتك دلوقتي متر هنقيس من هنا لغايه الارض المفروض تبقى. اه انت بتتكلم على الموضوع مش جلسه يا جماعه. اه العرض مش بتتكلم في جلسه يا جماعه، انا بتكلم على المنسوب بتاع تحت. اه بتاع تحت. اه بتاع تحت. الناس برضه تحت. كويس انت معايا. اه ادي الصنايعي اهو بعد ما ركب العتبه بتاعتي يبتدي يخدم شغله، يبتدي يركب ايه الطوب بتاعه فوق العتبه بالشكل ده لغايه ما يوصل فوق خالص ويشحن في المباشر. معلش في حاجه، الجلسات ليها ستاندرد ولا على حسب؟ لا ستاندرد بتاعها برضه هي فكره استخدام. والمتعارف عليه متعرف عليه متر. متر يعني متر من التشطيب. متر الغرف كلها متر. الريسبشن ممكن تقل او تزيد بقى على حسب ال طبعا المفروض ان انا لو شغال مع استشاري اللحامات دي زي ما قلت لحضرتك كلها بتتكوي او بتتكحل حتى العواميس جايه من الكحل، حاجه بتحل العين يعني حتى بتخلي شكلها حلو بالشكل ده، ما تبقاش المونه بارزه كده وباظه كده تتكحل زي اللي تحت ده. من ناحيه واحده. من ناحيتين المفروض. اه. تمام؟ ايش فيها بلوز يعني؟ ايش فيها بلوز؟ هي مشكلة المونة الأسنان بتتحط بعد كده اللي هي بتاعت المحارة، لو جت مسكت في سطح البروز، البروز ده مونة بارزة مش قوية أوي، تيجي حضرتك تمحر عليها فمحارتك بعد بعدها. طب أنا عايز لما أحط مونة أسمنتية أحطها في سطح غاطس في سطح مستوي، لكن بارز دي مش عايزها. أمال إيه اللي قلنا من ناحية واحدة؟ فكرة ناحية واحدة هو وش البني وظهر البني، لو حضرتك ده لو هعمله هعمله من ناحيتين، لكن لو ما اتعملش يبقى أنا كده اهتميت بناحية واحدة الصناعي ذات نفسه ولا تاني. هو كده الصناعي اللي جوه ده بيعمل عواميس من جوه وبره. ده بيكحلها بيظبطها بيشيل الزيادات بالطوبه كده ويجي بعد كده التاني بقى ايه بالخشب اللي معاه دي يكحل فيه. لا يعني ده واقف الشغل ده يا جماعه مش هتلاقيه كتير شغل طلبات استشاري، لكن الطبيعي ما حدش بيعمل كده، ما حدش بيعمل الحركه دي بالذات. هو الاستشاري هو اللي بيطلب يعني يقول لي الحاجات دي قبل ما اعملها؟ اه طبعا. ولا انا شغال بالمواصفات، انا اديت سعر بناء على ايه؟ ولا بيفاجئني؟ انا دخلت اخد من حضرتك شغل على اساس ايه؟ انا باخد من حضرتك الشغل بناء على المواصفات. حضرتك عايز شغل كذا شغل كذا، يعني هقول لك دلوقتي سعر المباني، سعر المباني في السوق هنحسب بطريقتين، ال 1000 طوبه والمتر المسطح. المتر المسطح هو المتر اللي يبقى انا همسك من هنا لهنا وليكن 3 في ارتفاع 3 9 متر مسطح كده، دي من 9 متر. من هنا لهنا مثلا 5 في ارتفاع 3 15 متر مسطح. طب انا عندي شباك بخصمه، اي حاجه ما اتبنتش تتشال، اي حاجه ما اتبنتش تتشال. العتب ليه سعر واحد؟ لا لو حاسب بالنا ممكن بديله بسعر واحد، لكن مع العميل مع الاستشاري مفيش الكلام ده، كله بسعر متر. لكن البالنا بياخد مني العتبه مثلا دلوقتي من 15 ل 20 جنيه العتبه، تمام؟ صبها بتركيبها بس انا اللي بجيب له كل حاجه، هو بس مجرد بيصبها ويركبها، بياخد العتبه ب 20 جنيه، بياخد القرش دلوقتي من 75 جنيه، القرش اللي بيبين دايما بياخد 75 جنيه، ده البالنا، تمام؟ او المقاول اللي انا بتعامل معاه. يبقى تاني انا هحاسبه بالمتر المسطح، طول في ارتفاع، طول في ارتفاع، عندي فتحه بقسمها، تمام؟ المتر بكام بقى؟ متر المباني ماشي في السوق دلوقتي لو عايز تطلع من شغل متوسط او فوق متوسط مش هيقل عن 12 جنيه. اقل من كده اعرف ان في شغل اي كلام. شغل كلمات الله. وعلى حاجه متر مسطح. لا ممكن يوصل لغايه 25 جنيه. مع غلو ولا صح؟ الشغل ده هيوصل معاك 25 جنيه. مع غلو ولا صح؟ اه. الشغل اللي انت شايفه قدام عينيك ده هيوصل من 25 جنيه. شغل استشاري. كان ب 10 وكان فيه ب 9. تمام؟ من 12 ل 25. ايه الفرق الرهيب ده؟ فرق نوع طوبه، فرق طول حجم الطوبه، فرق في جوده الشغل، بكحل عواميس ولا ما بكحلش، الشغل ده كام 1000؟ انا عندي مساحه كبيره ولا مساحه صغيره؟ يعني برضو اللي انا بتكلم فيه ده كله ما يجيش حضرتك وانتوا قاعدين كده عندك مثلا في الشقه بتشطبها حيطه هتبنيها، تقول له حاسبه متر متر طبعا الموضوع ساعتها بقى صغير مقطوعيه يوميه، تمام؟ عندي حطين، لا ده انا عندي كتاف، اصل انا عندي محاكيتين، لا كل ده لا مش علاقه بالمتر، ده كله شغل مقطوعية، شغل يومين. يومية البنا دلوقتي في السوق هو المساعد اللي معاه من 220 ل 250. ما بتقلش عن كده. لما اجي اقول بنا يبقى بنا بمساعد، معروف ما ينفعش بنا يشتغل لوحده. يوميته من 220 ل 250. ده غير الحاجات اللي انا هجيبها بقى الطوب ولا يومية صنعة بس. صنعة. اجي بقى ابني عند حضرتك 20 طوبة 30 طوبة ماليش دعوة. طيب يبقى ده كده سعر ليه؟ متر المصنع. طب في عندي حساب تاني بالالف، بس حساب الالف يعني محتاج واحد قاعد في الموقع عشان تتاكد ان اللي انت اشتريته طلع فوق واشتغلت بيه فعلا. ليه بيحصل سرقه فيه؟ تكون جايب عربيه مثلا 8000 ابص الاقيها خلصت افتكر ان التمانيه اتبنوا، لا ما اتبنوش، اتبنى 6 5 ونص
والصبح قبل ما يجي حد سلك 500 500 كل يوم. دي طريقه ثانيه. لا الناس هو ما حدش سرق حاجه، بس جينا نطلع طلعنا 8 جينا نبني بنينا 7 ان اول هيوز يتحسب على 8. يقول لك انا شاومت لك ال 8 كلهم يا باشمهندس، مش انت قلت لي شاومهم؟ انا جبت ونش وشاومتهم. ما بنيناهمش، دي مشكلتك انت. هنخش بخلاف. الخلاف الثالث الكسر، بتحسب طوبه ولا نص طوبه؟ يقول لك لا نص لينا مالي. انا لو كنت الصناعه اللي بيمسك دي هو اللي بيمسك دي. تمام؟ فالالف فيه شويه خلافات، عشان كده بنريح دماغنا واشتغل بالمتر. بالمتر. الالف بكام عامة؟ الالف بالسوق دلوقتي ماشي من 180 ل 250 الالف. تمام؟ طيب في حاجه اسمها علاوي التشوين. المتر علاوي التشوين. يعني انا لما اجي لحضرتك في الدور الارضي هاخد منك ب 12، في الدور الاول هاخد ب 13 ونص، طب في الدور الثاني هاخد 15، يبقى كل دور بزود علاوه التشوين عشان بطلع اكتر. تمام؟ علاوه التشوين بتزيد في المتر جنيه ونص دلوقتي. جنيه ونص. علاوه التشوين في الالف من 15 ل 20 جنيه. يعني متر ونص جنيه ونص دور المتر. لو هو لا يشوي. لو هو لا يشوي، لو انت لا تشوي خلاص حاسبه من المتر هيمشي خلاص. هو لو هو هيشوي هو اللي بيمشي؟ طبعا. هو كل حاجه حاسب بسعر متر راكب خلاص، شاون ازاي؟ شاون كتف، شاون براويل، شاون ونش، مفيش حاجه. هو سعره قد ايه تاني؟ هو بقى الدور اللي فوق. خلاص انت كده؟ مش خلاص؟ في سؤال تاني؟ 15 ل 20 جنيه. ده فرق التشويه. لا. فرق التشويه. التشويه. غير التشويه دي ايه اللي جنيه ونص؟ في الدور؟ الواحد متوسط شغله 1000 طوب. هو مش هيزيد عمره على 1000. بس يكون طوب مفتوح، شغل مفتوح. يعني لما تدخلني في الاوضه دي وتقول لي مين اعمل لك ايه؟ يعني تقول لي عايز الكتف ده وعايز المحكيه دي وعايز من هنا كتف كبير قوي. قلت له طب انا شغل مفتوح. ده سوبر. انا بقول لك شغل مفتوح. على فكره لما انا بدات شغل 2002 كانوا بيتكلموا في 1000 ونص طوب الصناعي. ايوه الصناعي طريقته 1000 ونص طوب. لا عايز ساعتها كانت الدنيا كان لسه الناس خايفه شويه. لو الدور العاشر بيزود 15 جنيه في المتر؟ بتزود يعني معلش. وحضرتك بتقول بيزيد كل جنيه طبعا. يعني هو بياخد 15 جنيه؟ يعني انا واخد منك تحت 10 اخد فوق منك 25؟ اه. ودور العاشر ده انا شوف انا هشاوم بقد ايه؟ الونش اللي كان هيطلع في الدور الاول 5000 طوبه، في الدور العاشر هيطلع 1000 طوبه. قبل ما الواير بيطلع وينزل ودوشه. طيب بعد الانتهاء من اعمال المباني ما انساش، ايه؟ ما انساش رش الميه. اللي هي مهمة جدا. مهمة جدا 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 جدا. هتقول لي محدش بيرش، هقول لك مش شرط ان محدش بيرش ده صح. يعني كل يوم بعد ما يخلص يرش. كل يوم بعد الانتهاء من عملية الرش، من عملية المباني بعديها بيوم لازم ارش الصبح. طب يقابلك المقاول اللي يعني فاهم نص نص. الصبح؟ اه. يقول لك ايه؟ يا باشمهندس انا هخلص مباني الدور كله واغرقه لك ميه. حلو. هو دلوقتي هيعمل حاجة من أهمية المية. انا المية عندي ليها وظيفتين. الوظيفة الأولى الملح بتاع الرمل. سوري الملح بتاع الطوب. باشمهندس قالت ايه من شويه؟ مش المفروض الطوب ده بنرشه قبل ما نشتغل بيه؟ قلت لها ما حدش بيعمل كده. بس بهتم ان انا ارش بعديها. لو جيت حضرتك على مباني خلصانه من اسبوع ورشيت لها ميه الملح هيتنتج. ايوه. ملح هيتنتج هيطلع بره. الملح ده لو لونه ابيض. كان خدناها في الهندسه في عماره كان اسمه تسهيل الطوب. ظاهره تسهيل الطوب تلاقي كانك حطيت زهره بيضاء كده او كانك حطيت طبقه من البيضة بطبقه بيضاء ملح بودر على الطوبه من بره. دي لازم ارش عشان تطلع. تمام؟ فلو رشيت بعد اسبوع بعد اسبوعين كده كده هتطلع. لكن انا عايز ارش بعديها بيوم على طول عشان حاجه اسمها معامل الاماحه للاسمنت. الاسمنت بتاعي عشان يدي قوه مثاليه اللي انت عايزها افضل اديله ميه كل يوم صبح وبالليل لمده 7 ايام ده المفروض. لو حد هنا خرسانات احنا بعد ما بنصب بيوم بنجيب المكعب بتاعنا ونحطه في برميل ميه. المكعب ده اللي هختبر بيه الخرسانه. واسيبه في البرميل الميه ده لمده اسبوع. واجي بعد اسبوع اختبره. انت متخيل؟ وفي بعد 28 يوم انت متخيل اهميه الميه؟ تمام؟ لما بنيجي نصب لو انا بقى مش هختبر في نظام السقف مثلا بغير السقف ده ميه كل يوم صبح وبالليل. ايه صبح وليل؟ ابعد عن الشمس. ما انا ما ارشش ميه الاقي الشمس جت ضربت مش شرب تاني انا عايز الميه تفضل اطول فتره ممكنه على الحاجه. تمام؟ يبقى انا برش بعديها على طول عشان خاطر معامل الاماحه للاسمنت. وعشان خاطر اطول الملح للميه. سؤال يا باشمهندس.
اتفضل الدكتور عشان الملح بيطلع من الكوكب. تمام. ده ممكن الملح ده يأثر عليا في حاجه في هيظهر لك طبقه في النقاش، طبقه بيضه كده انت مستغرب جت منين، هيظهر لك رطوبه. لا يعني مش هضطر اشيلها بقى بمصارين ولا لا لا لا، بمجرد مواد المحاره لما بيجي بيقشرها بيشيلها بايديه كده او بيرش ميه بتتشال بعدها. تمام. طيب في اي استفسار لك دلوقتي يا جماعه؟ وانا ببني اسوار مسموح لي حتى في وجود استشاري ان انا لما اجي ابني السور ابنيه الاول وبعد كده سور. وده ليه وظيفه او ليه فايده صغيره بس مفيش شروخه تظهر ما بين الخرسانه والنبات. ما بين الخرسانه والنبات. عشان كده مسموح لي في الاسوار ابني الاول وبعد كده سور العمدان والايه والقمر اللي فوق. بس وانت بتبني خد بالك لازم 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 تفتح شنايش. ايه الشنيشه دي؟ شنيشه الشنيشه هي دي. فتحات متسابه مقصوره في الطوب لان في حد هيجي بعد البنا يفتحها. ما معنى ان انا كنت بنيت الحيطه دي سد كده وجاي بعد كده حد كسر عشان يفتح شنايش، ايه اللي هيحصل في الحيطه؟ هتقع. هتقع. بصوا الحيطه شكلها عامل ازاي؟ الحيطه ممسوكه من ناحيه واحده بس يا جماعه، الحيطه ممسوكه من تحت بس. هنا الحيطه مش ممسوكه ولا هنا الحيطه ممسوكه لسه ما صبتش. فلو جيت حضرتك تكسر في الحيطه بعد كده ايه اللي هيحصل فيها؟ تقع على دماغك او على دماغ اللي بيكسرها. طب يثبت الميل ازاي بتاع الحيطه؟ بيظبطها بقى يفضل المفروض الصح يوزن طوبه طوبه على اللي تحت خالص. خلي الطوبه دي يوزنها على اللي تحت خالص. الطوبه دي على اللي تحت خالص، ما بيوزنش طوبه على بعض. تمام؟ مهمه جدا فكره الشنايش دي لازم نخلي بالنا منها. يعني هي دي بتوزع الضغط على الحيطه. ايه هي؟ الشنايش. لا، الشنايش يا فندم ليها وظيفه انشائيه عندنا في الخرسانات. بص حضرتك الصوره دي. ده عمود طالع اهو، جينا فوق خالص واحنا صابين بنسميها رقبه عمود. عشان ما مشيش المباني في الايه في الروف فوق مثلا او في الدرو اللي فوق خالص حته واحده كل مباني، باخد فواصل منين؟ من الخرسانه. طب العمود ده انا بقى عشان اصبه كراجل خرسانه بتاع خرسانه هقويه ازاي؟ الخشب اللي هنا واللي هنا هيمسك في بعضه ازاي؟ انا ممكن اجي اصب الخرسانه الاقي الخشب ده راح كده وراح كده، فانا بقويه في بعضه، بمسكه في بعضه. بمسكه في بعضه حاجه كده اسمها قمطه، القمطه دي بتخش جوه الحيطه، فانا لازم اكون عامل حسابي عليها وسايبها مفتوحه. هو ليه احنا دول ما بلاش العواميد بعد كده بلد خطوات؟ معلش سؤال تاني؟ يعني ايه في اخر دول ده ما بلاش العواميد بعد كده بلد خطوات؟ مباني يعني عمل ليه العكس يعني ليه بلد؟ هي نفس الفكره، الخرسانه لما بتتصب على المباني بتعظم فيها اكتر وبتخلي الشرخ اللي هيظهر معايا ما بين الخرسانه والمباني ما يظهرش. تمام؟ لان انا لما اجي اتكلم في المحاره ان شاء الله ممكن الحق النهارده شويه او المره الجايه اكتر هقول الحته دي، هقول لك انك دايما 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 ما بين الخرسانه والمباني في شرخ هيظهر. اختلاف اثنين ماتيريال، ده ليه معامل تمدد انكماش حراري، ده ليه معامل تمدد انكماش ثاني خالص، فلازم في شرخ هيظهر. الشرخ ده دليل حاجات معينه. طب ليه دليل؟ طب انا من اولها منعه. طب هو عمل كده في كل دور ولا ايه؟ لا انا قلت لك المباني او الشغل اللي على جوده او البلدي ده مش مسموح اصلا. بس انا بعمله في الحاجات اللي ايه؟ بس حاجات بسيطه. هو كده العمود هيبقى رفيع. ليه يا فندم؟ انت خمسة 25 مش هطلع بسوق كمان؟ اطلع عمود كامل عادي خالص. انت عايز تمسح الخشب بتاع اللي هتصب فيه العمود. تمام؟ فانت هتمسكه كده في مع الحيطه. الحيطه؟ لا ايه المشكله؟ دي قمطه هنمسكه بقمطه. طيب التشنيشه دي بس عشان هي 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 وظيفتها هي ماسكه من هنا ومن هنا. لو ماسكه كده لو ماسكه كده مش فارق معايا. تمام؟ لكن هي الفكره كلها ان انا اتعدي من الحيطه. هي الشنايش دي عشان ماليه صوب العمدان عشان اصب اي خرسانه هي تقويه بالظبط. وكمان بقى اسيب الشنايش ساعات عشان سقاله زي الراجل ده كده. هو عايز يعمل حاجه عاليه هيحط سقاله ازاي؟ حط شنايش اهو عشان شايل عليها سقاله. تمام؟ طيب اي استفسار في المباني يا جماعه لغايه دلوقتي؟ عندنا انواع الرباط نوعين. الكلام ده نظري برضه قلت لك هنرجع له كده مش هاخد خمس دقايق. انواع الرباط عندنا في السوق كتير بس اللي موجودين في مصر منتشرين جدا هم نوعين. نوع اسمه رباط انجليزي ده المتبع وده القوي جدا. نوع تاني اسمه فلامنكي. رباط انجليزي ورباط فلامنكي. الرباط الانجليزي شفناه واحنا شغالين بالنسبه للحيطه ال 12 اهو. ده الرباط الانجليزي للحيطه ال 12 اللي هو ايه؟ ما تشوفش على النص وعلى النص. طب انا عايز الرباط الانجليزي للحيطه ال 25 ينفع؟ ينفع. الرباط الانجليزي بينفع للحيطه ال 12 وال 25. الرباط الانجليزي للحيطه ال 25 بيكون كالتالي. حيطه
حتة 25 يعني حطينا بعض بالشكل ده. طب من الباك اللي بعديهم كده باخد هنا جزء من الطول، ومن الباك اللي بعديه بيجي كده. تمام؟ يعني ايه؟ صف شناوي اللي فوقيه ادي، شناوي ادي، شناوي ادي، ده الصح وده الاستشاري بيستلم عليه، ومن غير استشاري لازم تشتغل بيه. عايز تتساهل شويه 3 و1، 3 شناوي 1 ادي. بص الصنايعي ده شغال ايه؟ الحيطه اللي على اليمين دي 25 ولا 12؟ 25. ليه؟ شايفين ادي قدام عينينا، شايف ادي كل قد ايه؟ كل صف 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 لو انت عايز تتساهل هو مش صح، هتعمل 3 شناوي والرابعه عادي. الاجهزه هي اللي بتربط الحيطه ببعضها. لو خدت حيطه 12 وموازي ليها حيطه 12 دي مش حيطه 25. فاكر الحيطه العازله؟ لما قلت لحضرتك انا مش محتاجها 25، انا محتاجها 12 بس عشان اسند العزل حطيت طوبه ثانيه. تمام؟ حيطه موازيه الحيطه، حيطه 12 وحيطه 12. حيطه موازيه الحيطه مربوطه بيها يبقى دي حيطه 25. يبقى الرباط الانجليزي ينفع في الحيطه ال 12 وال 25. 25 دي ما فيهاش عزل في النص. ما فيهاش عزل في النص، تمام؟ عشان كده في صوره هرجع لكم ليها كده عشان ايه؟ الحته دي تثبت معانا. بص الصناعي ده عامل ايه؟ شايفين حته الصاله الصغيره الشامبر الصغير ده؟ دي وظيفتها ايه؟ تمسك برضه الطرب. انا مش قادر احط الطوبه كده عشان في عزل في النص، احط شامبر كده تمسك الطوبتين مع بعض تديني حق انها 25. طب والشامبر ده انا مثبته حاجه هنا؟ اه مثبته بمسمار هنا ومسمار هنا. تمام؟ طيب نرجع بقى تاني. بس ده الحل في كل في كل مدماج هنحط يعني ده توصيف استشاري بس بيني وبينك ما حدش بيعمل. التوصيف هو الصح يعني الشغل اللي احنا اتفقنا المره اللي فاتت في كلامي مع الباشمهندسين قلت لهم الاستشاري دايما عايز الصح قوي الصح، بس لو انا كنت ماشي معاه بنفس السيكونس بتاعته في الشغل الطبيعي مش هكسب، يبقى لازم اخد بسعر هو. انا لما بشتغل مع استشاري باخد بسعر، بشتغل مع عميل على طول باخد سعر اقل منه كتير. تمام؟ طيب في عندي رباط تاني. رباط ايه؟ رباط فلامنكي. رباط الفلامنكي هو اقل قوه من الرباط الانجليزي. رباط الفلامنكي غالبا بيعمله في الحيطه اللي مش هتتمحر لان هو شكله حلو، شكله جمالي مطلوب. رباط الفلامنكي بيتعمل في الحيطه ال 25 بس. بص حضرتك رباط الفلامنكي. سور نادي، سور منشاه، سور مبنى، سور قصر جمهوري، اي سور. هتلاقي حوالين كل اديه شناويات، حوالين كل شناوي اديات. ده سور نادي هليوبوس. بص حضرتك. ما هو هناك ما هو قدام هو مكتوب حاجه غلط خالص مش عارف ايه. ايوه ايام الحرب ايام الثوره كانوا قدام الاتحاديه. ربنا يستر اللي بعدها مش مكتوب حاجه اهي. هو بعد الثوره حتى بص على اللون لما على اللون عنده 12 سم مش 25 لكن تحت 25. عرفت منين؟ فوق مفيش ايه؟ مفيش اديه كلها شناويه لكن تحت في اديه اهي. بص الاديه دي حواليها ايه؟ شناوي 2 3 4. طب الشناوي حواليها ايه؟ اجي 2 3 4. فلان اسمها ايه بقى؟ فلامنكي. جبنا واحده واحده واحده. تمام؟ حطوا واحد بيجي ابنيها كده، حطوا واحده كده. تمام؟ وهكذا. اي صوت طيب لسه عليك ما تموتش. احنا 10 دقايق بس احنا انا بادئ معاك متاخر النهارده. فاضل لي ساعه 8 دقايق، فاضل لنا ربع ساعه. كورس 10 دقايق. في كورس انا هو مش هيبتدي كورس تمام. عندك دروس كورس ايه؟ لا ما فيش تمام. المره اللي فاتت بدات الساعه كام؟ لا هو اتأخر بسببنا ان احنا اتأخر. والله؟ 10 دقايق بالظبط. ماكس 3 ماكس. أعمال المباني، سوري أعمال البياض. البياض هو المحام. البياض ممكن لو حد مش في المهنة يقول لك احنا عايزين نبيض الصيف ده اللي هو الدهانات، لا دي حاجة ودي حاجة. البياض بتاعي هو المحام. البياض أو المحارة عبارة عن إيه؟ عبارة عن إضافة مونة أسمنتية على الحيطة اللي أنت عملتها من قبل. طب كترتيب شغل البنا بعدين مين؟ المبايض؟ لا كهرباء. لا السفاك. اي حد ناوي يكسر هيخش يكسر. كسر في الحيطه قبل ما ايه؟ بس ده مستعمل.
الصح قوي ان انا بدخل مبيض المحاره بيخش يطرطش ويبقق، هنتكلم عن ايه طرطش وبقق، وبناء عليه الكهربائي والنجار والسباك بيخشوا يدقوا ويركبوا حاجاتهم، هيركبوا حاجاتهم بناء على البؤر اللي راكبه. واحده واحده ارجع تاني ارجع تاني. الراجل البنا بعد ما خلص على طول اي حد ناوي يكسر في الحيطه يخش. حلو، انا راجل كهربائي اخش اكسر، انا عندي هنا قبل الكهرباء، قبل الكهرباء شكلها ازاي؟ شكلها اهي اهي تمام، انا عارف هنا في قلب الكهرباء او هنا، اكسر عشان اركبها. طب اركبها على مستوى ايه؟ اطلعها لبره ولا اخليها لجوه؟ ايه المستوى اللي هيحكمك؟ المستوى اللي هيحكمك هو مستوى المحاره. طب انا لسه ما محرتش، خلاص يبقى تدخل مبيض المحاره يعمل لك بؤجه. ايه البؤجه دي؟ شويه بروزين قد كده هنا بارزين على الحيطه، بروزها هو ده بروز المحاره اللي هيكون بعد كده. فانا ككهربائي اثبت لك دي الحد الخارجي بتاعها مع حد البؤجه، تبقى حته كده بس صغيره، حته صغيره قوي، صغيره قد كده، بص زي دي بالظبط كده، يبروزها تحط في الحيطان. هنشوف بقى ازاي بالتفصيل تحديد السمك بتاعها بكره قد ايه يا باشمهندس، بالتفصيل المره الجايه. بس متعرف عليه انها بتكون من 2 سم ل 2 سم ونص، لكن انا ممكن اعملها 2 سم 2 سم ونص اطلع فوق الاقي 7 سم حسب الحيطه بالظبط. هي وظيفتها بسرعه كده، الحيطه بتاعتي لو راسيه احط بوب تحت كده 2 سم ونص، لما اطلع بيها راسي لفوق تطلع كام؟ 2 سم ونص. تفرض الحيطه كانت عامله كده، هاخدها تحت 2 سم ونص، هطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق. بص البوكه دي طبعا انت مش هتشوف، انت هتشوف محاره شكلها بالشكل ده. كل ده بيعالج بيعالج العيوب يعني بالظبط. المحاره بتقوي السطح، بتعالج العيوب اللي فيه، بتحسن من الشكل، بتدي ملمس ناعم، كل دي مفيدات المحاره. ينفع بس بليمت، ينفع مش بليمت سوري باشتراطات معينه. ده حاجه اسمها التلبيش. يعني انا اكتر من 4 سم اكتر من 3 سم ونص او 4 سم لازم ادبش. وهنقول لك عن ايه التدبيش بالتفصيل المره الجايه. بس انا بعملها لازم، لو في استشاري او ما فيش، في عميل في مهندس معايا بشتغل معايا بسم الله ما شاء الله عليه، كل شغله تربيه وزبده. فلما اجي اربع وازوي الحيطه الاقي الحيطه فيها 6 سم هنا، 5 سم هنا، 4 سم هنا، هنعمل ايه؟ بس هو توصل ل 3 4 سم الحيطه تقع بقى يعني. لا مش تقع، مش تقع. شوف انت متخيله لما تحط مونه كتيره ايه اللي هيحصل في الحيطه؟ وزن زياده. عشان كده انا لازم احطها بخطوات. احط النهارده شويه، بكره اجي احط شويه، بعده اجي احط شويه، وما بين كل مونه ومونه لازم الزقهم ببعض. لا انا قصدي لو حيطه في حيطه صغيره من تحت وفرق من تحت وفوق 3 4 سم ده عيب؟ طبعا عيب. لا هو مش عادي، هو عيب بس لازم عيب. عيب بس ما مش لازم تعيش معايا يعني. تعيش لو عملت الخطوات التنبيش صح. تمام؟ طيب. ادي المحاره بتاعتي سطح، هنلاقي هيقابلني محاره سطحها ناعم بالشكل ده. هيقابلني محاره متمشطه بالشكل ده متخربشه يعني، هيقابلني محاره متمنجله بالشكل ده. المحاره اللي هي ايه؟ اسمنت ورمل وميه. مونه اسمنتيه بحطها على السطح ممكن تبقى ناعمه قوي بالشكل ده، ممكن تبقى متمشطه او متخربشه بالشكل ده، ممكن تكون متمنجله بالشكل ده. كل طبقه من دول بتديني انا ايحاء اللي هيجي بعديها ايه؟ تعالى كده نفكر واحده واحده. السطح المخربش قوي ده مش خام، انت هتحط حاجه ليها سقف عشان تمسك فيها كويس. كورنيشن. هتحط طبقه من طبقات التشطيب النهائي، حاجه اسمها مزايكو، حاجه اسمها حجر صناعي هنتكلم فيهم بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه. دي عباره عن مونه سمكها 2 سم 2 سم ونص، سمكها كبير. لو جيت تحطها على سطح ناعم هتقع، سطح متمشط تقع. تمام؟ لا عايز السطح يكون بالشكل ده. عندي نوع تاني من انواع الفينش، حاجه اسمها مصيص السقف. مصيص السقف ده هنتكلم فيه بالتفصيل كل الكلام ده. مصيص السقف ده بيكون تقريبا من 4 مللي 5 مللي لسنتي، فسمكه مش كبير قوي بس برضه ليه سمك. ما ينفعش اعمله على سطح ناعم، فاجي اعمل ايه؟ سطح متمشط بالشكل ده. لو حضرتك جالك شغلانه دخلت الفيلا او الشقه، اول حاجه ببص لها السقف، لقيت السقف بالشكل ده اعرف ان في بند عندك بند مصيص. لقيت المحاره في السقف ناعمه زي الشكل ده فانت ما عندكش مصيص. هو اتعمل خلاص. خلاص؟ لا ما اتعملش. بين المحاره عمل الشغل اللي يخلي النقاش يخش بعديه على طول. معلش ده ايه المصيص ده؟ ما طبعا عشان كده ده انا ما بحبهوش. ما بحبهوش بصراحه. انا ما بحبش ده، بحب ده في السقف وادي طبقه مصيص. ينفع نعدل ولا صح؟ تاني تاني لو لقيته ناعم ممكن تخربش فيه. معلش تاني حته المصيص دي مش الفرق. المصيص يا فندم عباره عن طبقه من حاجه اسمها جبس مصيص هنتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه، بيتحط على السطح عشان ينعمه. تمام؟
فلو حضرتك جيت اعتمدت على ان المحاره ناعمه وابتدي اخد معجون على طول النقاش يخش في السقف بالذات، عمره ما يعرف يظبط، عمره شغال عكس الجاذبيه ومطروح ايده لفوق كده هو شغال، مش هيطلعها لك مظبوطه ابدا. لكن المعجون سوري، لكن المصيص اعرف اظبطها، لان الجبس ماده سهله التشكيل، هتلاقي نفسه انا شغال بيها سهل. كل ده بقول لك نقول ان شاء الله المره الجايه تمام. يبقى انا بالنسبه لي المحاره اللي هي البنى الاسمنتيه اللي هي نوع ده او ده او ده، انا بسميها بطانه بصراحه، بطانه دي اسمها بطانه تمام. اللي بيجي بعديها بقى سواء كان نقاشه سواء كان درايفكس وسافيتو سواء كان حجر صناعي سواء كان مصيص، بيسموها في السوق ضهار. يبقى المحاره حاجتين، بطانه وضهار، بطانه وضهار. البطانه لكل الحاجات بنى اسمنتيه، اسمنت ورمى وميه. الضهاره تختلف بقى، مصيص ولا جرافياتو ولا درايفكس ولا حجر صناعي ولا 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 ولا، شوف بقى انواع حاجه تمام. معلش انا اعيد الحته دي عشان نص ثاني. بص يا فندم، المايات حاجتين، بطانه ضهار. البطانه مونة اسمنتيه، يعني اسمنت رم ميه. حلو، عملت كده وانا بشطب في الاخر في البطانه، عملت فيها ايه؟ خليتها ناعمه يبقى النقاشه هي اللي جايه بعديها، خليتها مخربشه اللي هي متنشطه يبقى مصيص جاي بعديها، خليتها متمنجله يبقى جاي حجر صناعي او مزايكو. كل الحاجات اللي انا قلتها دي هي دي الضهاره، هي دي الضهاره، ضهاره مصيص، ضهاره مزايكو، ضهاره حجر صناعي وهكذا تمام؟ دي البطانه المصيص، الحجر الصناعي، المزايكو، دي الضهاره اساسيهم في بطانه اسلام. بسرعه كده هنقول ادوات، ادوات بس مش هقول حاجه. طب لو سيراميك بعملها حاره ما بنعمهاش ولا بمشط ولا بمشطها زي ما هي عاديه مش نعم. مش سيراميك ال هنقولها المره الجايه مش نعم. مش سيراميك الحمامات ده ممكن اعطيه الله مع طول الله. لا استحق، لا بتقول يا اسطى تاني ايش يعني؟ البطانه دي طبقه والضهاره دي طبقه بالظبط يا فندم. بطانه اسمنت ورم وميه، الضهاره اللي بعديها بعديها تمام. بسرعه كده اقول لحضراتكم الادوات وهنمشي. الادوات اللي اشتغل بيها مبادر المحاره ماسترين اللي كان شغال بيها البنا من شويه، بس البنا كان بيبني بيها، هنا هنطرطش بيها وهنشوف يعني ايه طرطشه كمان شويه. اول المره الجايه ماسترين طلوش، تكلم الصنايعي بتاعك ما ردتش عليا ليه؟ يقول لي معلش يا بيه كان في ايديا طلوش مونة. ايه طلوش مونة ده؟ ده اللي ماسكه في ايديه، ده اللي بيحط المونة عليه. البنا لما بيمسك الطوبه بالشكل ده بيحطها في مكانها ويفضل يظبط في العرموس ويظبط فيها، تاخد لها مثلا نص دقيقه ثلاث ارباع دقيقه ويقوم موطي تاني جايب مونه عشان الطوبه اللي بعديه. لكن الراجل بتاع موبايل المحاره ده كل خمس ثواني بيوطي، مش هينفع حط لي مونتي جنبي عشان اخد المونه واعمل كده كده تمام. فالبنا حاطط قرارات تحت بيوطي كل فين وفين، الراجل بتاع المحاره بينزل تحت كتير، لا مش هنزل، فبيديا في مونه طلوش المونه ماسكه في ايديا بالشكل ده، ده كده مقلوب على بطنه. انا بمسك الخشبه من تحت كده بلاقي سطح مستوي، بمسك المونه وابتدي اعمل ايه؟ المحاره بتاعتي. طب انا بمسك المونه دي بقى؟ بالمسطرين ده في الطرطشه بالبرو شكلها بالشكل ده اللي على اليمين. ايوه امسك بالبرو واعمل محاره، بالبرو واعمل محاره، بالبرو واعمل محاره. طب اللي على الشمال دي ايه؟ برو التنشيط. جبنا سيره التنشيط دي من شويه، الراجل بتاع السقف ده بعد ما بيخلص محارته والمحاره لسه طريه والمونه لسه خضراء مصطلحات، بيعمل ايه؟ يقوم جاي على البروه او بيجي بروه التنشيط دي وبيمشي بسنها كده على السقف بتاعه تمام؟ ميزان ميه اتكلمنا فيه النهارده باستفاضه، ميزان خيط اتكلمنا فيه النهارده باستفاضه، اخشينه على خاطرك شويه. لما اجي اخشن الحيطه معناها ناعمه ولا خشنه؟ نعم 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 نعم. مصطلح تخشين يعني بتنعم الحاجه، عشان كده التخشينه وظيفتها التخشين ان هو تنعيم. لما يجي لك في المقايسات يقول لك بالمتر مسطح محاره تخشين، يبقى محاره ناعمه جدا. طب النعامه بتخشن، المتر مسطح محاره تنشيط يبقى محاره مالها خشنه متخربشه تمام. عشان بس الحته دي في لخبطه، التخشين هو سطح ناعم، يقول لك محاره تخشين محاره 10 على 10. لو عملت السقف محاره تخشين يبقى مفيش مصيص، لو عملت السقف محاره تنشيط يبقى في مصيص تمام كده. هنعيد بس الحاجات دي، انا مش فاضي خالص، بس احنا هنعيد المره الجايه. لا مش المره الجايه، هو ده اللي ماتش وما نكملش، مش مشكله. مين اللي سماها كده؟ لا ده ده الصناعيه. مين هو اللي واحد؟ اوريها لك المره الجايه، موجود معايا هنا عشان اوصلها.
النجدافير ده شكل التخشينه بالظبط. دي التخشينه تمام؟ بستخدمها للتنجد. تمام؟ قولها زي المره دي، دي التخشينه. ممكن تبقى بالخشب، ممكن تبقى بالفوم بالشكل ده او بالفيلم بالشكل ده، تمام؟ المنجفره شكل دي بالظبط بس ليها اسلحه حاميه. ايه فائدتها؟ فائدتها ان انا اعمل تمشيط للسقف. السقف امشطه اخربشه زي برضه التمشيط. اجنه، الاجنه عباره عن ايه؟ سيخ حديد صغير كده واخره مبطل. ادي السيخ اهو اخره مبطل بالشكل ده. تمام؟ دي الاجنه. طب ايه الاجنه دي وظيفتها ايه؟ بكسر بيها. تمام؟ عندي ايه تاني؟ دراع او انت. دراع او ايدها شكلها بالنسبه لنا هو اللي ماسكها. هو اللي ماسكها. انا معايا واحده هوريها لحضراتكم المره الجايه. حاجه زي كده قلم ونيل. بعمل بيها ايه؟ بساوي بيها المحاره بتاعتي. انا بساوي بيها المحاره، او مش انا الصنايعي بيساوي بيها المحاره. وانا بستلم بيها او حاططها كده على الحيطه ببص من الجنب لقيت الحيطه بتنور منوره، يعني شايف الناحيه الثانيه، يبقى المحاره مش مظبوطه. لقيت المحاره بتاعتي مش منوره، مش شايف الناحيه الثانيه، يبقى المحاره بتاعتي مالها. الكلام ده كله بالتفصيل هنقوله المره الجايه، بس انا بقول لك الادوات بس. ادوم شاكوش بكسر بيه، مش انا كان معايا اجنه من شويه هكسر بيه بقى؟ بادوم. بشرده او بجرده دي بستخدمها في نوع من انواع الظهاره الخارجيه اسمها الحجر الصناعي. الحجر الصناعي اللي هنقوله برده المره الجايه عباره عن مونه، المونه دي بنحطها على الحيطه بعد ما تنشف ومضايقها دي. بدقها سطح البشرده خشن. فبالتالي بتخشها دي بت ايه؟ بترجع لي على الحيطه. تمام كده يا جماعه؟ اي استفسار؟ بالنسبه لمونه المحاره هي الادوات اللي جبناها تاني بسرعه اهي. شاكوش لو اللي هو الادوم، اجنه، ادي شكل الاجنه يا جماعه، وادي المسمار سطحه او سنه بيكون حامي بالشكل ده، خيط سلك فرشه سلك للنظافه، هنا المتر، دي منجفره، زوايا اللي هنشتغل بيها، تخشينه اهي، ميزان الميه، ضفره زي المسطرين بس الصغيره بتاعتها، ادي الغربه والمحاره الكبيره بتاعتها، وادي البشر. البشر ده ايه ده؟ مش البشر ده، بص حضرتك شاكوش سطح الشاكوش مش انبس خشن. هشتغلها في حاجه اسمها حجر صناعي. حجر صناعي ده مونه هنحطها على السطح، بعد ما تخلص هتدق. فلما تدق بسطح خشن هيديك سطح هنا ايه؟ خشن. هنشوفها بالتفصيل بقى في حجر صناعي. البشرده او المشرده البجرده اللي هي بالظبط، بس سطحها مش انبس. انا كده خلصتها. ايه كده خدتها؟